تقول لي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، عدنا لكم في هذه التغطية مرة أخرى لتغطية الحدث الحديث من نوعه في العاصمة البريطانية لندن، المسيرة ليوم 40، المسيرة الراجلة التي أطلقتها هيئة خدام المهدي عليه السلام. وكما رأيتم كانوا يقيمون صلاتي الظهر والعصر في الشارع تقريبا، وسوف يكملون الآن المسيرة الراجلة للقدوم إلى أرض فدك الزهراء عليها السلام، أرض فدك الصغرى، حيث مسجد المحسن الشهيد الصبط الثالث عليه السلام. نواكب معكم الأحداث إن شاء الله واحدة بواحدة، ونكون معهم إن شاء الله حين يبدأون المسيرة، ويأتينا البث من عندهم إن شاء الله مباشرة اللي نكون معكم نغطي هذا الحدث الفريد من نوعه. عندنا اتصالات مخرج ولا ندخل؟ نعم، إذا جهزت اتصالات عطني خبر. طبعا هذه المسيرة التي انطلقت من منطقة كينغزبري من وسط لندن إلى تأتي إلى أطراف لندن في منطقة فولمر حوالي 30 كيلو متر، أي 17 مايلا. وهذا الحدث الفريد يحدث لأول مرة بهذه تجمع ديني لمسيرة راجلة في العاصمة البريطانية لندن. ومن ضمن هذه المسيرة الراجلة كان هناك فعاليات، إحدى هذه الفعاليات الجهر بالبراءة والهتافات لأبي عبد الله الحسين ولعن أعداء الله ورسوله والأئمة الأطهار الميامين صلوات الله وسلامه عليهم. أيضا هناك فعالية توزيع الورود مع مطوية للمواطنين الإنجليز والقاطنين بهذه المناطق من الجنسيات الأخرى، لتعريفهم ما معنى هذه المسيرة ومن هو الذي تسير لأجله المسيرات في مثل هذا اليوم، ومن هو أبي عبد الله الحسين، وما الظلم الذي وقع عليه والذي فجعت به السماوات والأراضين في مثل هذا اليوم، يوم ردود الرؤوس إلى الأجساد، اليوم الفجيع على شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. سوف نغطي الأحداث معكم في هذه المسيرة الراجلة التي تحاكي المسيرة مسيرة الأقدام في العراق، سيرا على الأقدام إلى كربلاء المقدسة حيث تقام الشعائر الحسينية هناك بهذه مناسبة هذا اليوم 40. عندنا أيضا عندما يصلون السائرون إلى أرض فدك الزهراء عليها السلام، فعاليات سوف تقام ومنها ضرب الزنجيل والمشي على الجمر، وأيضا هناك كلمة للشيخ الحبيب ثم خطبة على المنبر للشيخ الحبيب. وسوف نحيي إن شاء الله بإذن الله تعالى معكم هذه الشعائر في هذا اليوم الذي أصيب به شيعة أمير المؤمنين بالحزن والأسى لما جرى على أبي عبد الله الحسين من ظلم وجور من الظلمة والقتل لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الظالمين
الذين أسسوا أساس الظلم والجور على آل محمد عليهم السلام، وأسسوا أساس الظلم والجور على شيعتهم، وهم أبو بكر وعمر وعائشة عليهم لعائن الله، وعثمان نعثلهم عليه لعنة الله. وسوف نجهر بالبراءة طالما هذا الصوت موجود وهذا الصوت باق بجهودكم معنا إن شاء الله تعالى. وسوف نعرف العالم مدى جرم هؤلاء الظلمة، وسوف نسير المسيرات بإذن الله تعالى في كل سنة ليوم 40 إلى أن نصل إلى المسيرات المليونية التي بإذن الله تعالى تقطع من أوروبا إلى كربلاء سيرا على الأقدام. معنا اتصال، من معنا؟ حسن من ذي قار. حسن، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مأجورين أخ حسن. عظم الله أجركم. أجرنا وأجركم إن شاء الله. معزي. للأسف انقطع الاتصال من الأخ حسن من ذي قار، إلى أن نلقى اتصال آخر. أعزتي، نحب أن نبين لكم هذه المسيرات وفضلها على شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، ولماذا يسيرون في هذه الأيام سيرا على الأقدام. هناك فضائل كثيرة لا تعد ولا تحصى لهذه المسيرات. عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام ونحن في طريق المدينة نريد مكة، فقلت له: يا ابن رسول الله، ما لي أراك كئيبا حزينا منكسرا؟ فقال لي: لو تسمع ما أسمع لشغلك عن مسألتي. قلت: ما الذي تسمع؟ قال: ابتهال الملائكة إلى الله على قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، وعلى قتلة الحسين عليه السلام، ونوح الجن عليهما، وبكاء الملائكة الذين حولهم، وشدة حزنهم. فمن يتهنأ مع هذا بطعام أو شراب أو نوم؟ قلت له: فمن يأتيه زائرا ثم ينصرف، فمتى يعود إليه؟ وفي كم يؤتى؟ وفي كم يسعى الناس تركه؟ قال: أما القريب فلا أقل من شهر، وأما البعيد الدار ففي كل 3 سنين. فما جاز 3 سنين فقد عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقطع رحمه إلا من علة، ولم يعلم زائر الحسين عليه السلام ما يدخل على رسول الله وما يصل إليه من الفرح، وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم والأئمة والشهداء منا أهل البيت، وما ينقلب به من دعائهم له، وما له في ذلك من الثواب في العاجل والآجل، والمذخور له عند الله. لأحب أن يكون ما مأتم أو ما ثم داره ما بقى، يعني لو عرف هذا الثواب لما بقي في داره. وإن زائره ليخرج من رحله فما يقع فيئه على شيء إلا دعا له، فإذا وقعت الشمس عليه أكل الذنوب كما تأكل النار الحطب، وما تبقي الشمس عليه من ذنوبه شيئا فينصرف وما عليه ذنب، وقد رفع له من الدرجات ما لا يناله المتشحط بدمه في سبيل الله،
ويوكل به ملك يقوم مقامه ويستغفر له حتى يرجع إلى الزيارة أو يمضي 3 سنين أو يموت. هذا أتى في كامل الزيارات صفحة 495 في البحار صف الجزء 98 صفحة 14 في وأيضا في مستدرك الوسائل الجزء العاشر صفحة 343 وأيضا في الدروع الواقية صفحة 74. هذا من فضل أهل البيت. معنا حسن من ذي قار مرة أخرى. حسن سلام عليكم. حسن سلام عليكم. نعم قطع الاتصال. معنا اتصال آخر مخرج. نعم إذن هذا فضل من يزور أبي عبد الله الحسين عليه السلام أو يمشي لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتأكل الشمس ذنوبه ويغدو بعد الزيارة بلا ذنوب. وهؤلاء الذين يتهكمون على الماشين لأبي عبد الله الحسين عليه السلام للأسف يحسبون من الشيعة. نسأل الناس أن يحذروا من هؤلاء وأن يتصدوا لهم ويكونون من المتصدين لينالوا شرف من يدافع عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام وشعائره المقدسة. نتمنى أن تأتينا الصورة من موقع الحدث حيث المسيرة الراجلة التي أطلقت لهيئة خدام المهدي عليه السلام محاكاة للسائرين في العراق الذاهبين إلى كربلاء المقدسة لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام سيد الشهداء أبي الأحرار سيد شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. إذن مخرج إذا ما عندنا اتصال في عندك فيديو. فيديو ضرب من يلعن الظالمين في كربلاء حضرت هذا الفيديو. الشخص الذي يلعن عمر ثم يضرب في الحرم. نعم إذن أخذ لنا اتصال. نعم إلى أن يأتينا الخبر من الأخوة في المسيرة الراجلة الأولى في العاصمة البريطانية لندن محاكاة إلى الأخوة السائرين شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام في هذا اليوم الأليم يوم 40 يوم ردة الرؤوس إلى الأجساد. هذا اليوم الذي فجع شيعة أمير المؤمنين وأدخل على قلوبهم الحزن والأسى والتصدع وجزعوا لأجل هذا اليوم. نتمنى أن ننال ثواب الزائرين في كربلاء ومن يسمعنا بإذن الله تعالى في كربلاء نقلده الدعاء والزيارة ونسألهم الدعاء جميعا. نعم معنا اتصال. شيخ قيس من كربلاء. نمشي بمسيرة كبرى وينصم في الصحن الحسيني هذا. الثاني شيء شهدت ومستشفيات كربلاء وصالاتها 40 عملية ولادة وكانت من وحدة من أهالي البحرين. نعم ولدت بعملية قيصرية وسمتها زينب. لم تحدث أي حوادث سلبية اتجاه السائرين. 5300 سيارة معممة من وزارة النقل أخذت الزوار تغادر الآن محافظة كربلاء. وودي أن أسأل مسيرتكم هل كانت بها رجال من أمن من شرطة التي سارت لأول مرة في لندن هذه المسيرة؟ نعم. يا سيدنا الفاضل أيها الشيخ العزيز. نعم شيخنا العزيز هناك نحن أخذنا جميع
التراخيص الرسمية لإطلاق هذه المسيرة، وقد أتت الشرطة البريطانية لترعى هذه المسيرة وسارت معهم على قدر وساق، وأيضا أرسلوا الإسعافات احتياطا في هذه المسيرة، وقد سروا بهذا التنظيم وسروا بهذا العطاء وتوزيع الورود والمطويات على الغربيين لتعريفهم عن هذه المسيرة، وقالوا أنهم لم يروا مسيرة منظمة مثل هذه المسيرة التي لا تعمل أي تزاحم مع السيارات أو المارة، وأبدوا سرورهم أيضا. نعم تفضل شيخ. نعم علي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه المسيرة والتي أسسها ومن قام بها ومن عمل لها، لأن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول رحم الله من أحيا أمرنا، فهذه في بلد الغرب وتقوم لأول مرة هكذا إحياء شعار الله، إحياء شعار رسول الله الذي أوصى بإحانة شباب أهل الجنة هو الإمام الحسين. نعم الإمام الحسين هو مظلوم أيها المشاهدون الكرام، مشاهدون قناة العترة الطاهرة، هذه القناة التي ما زالت تخط برحال أهل البيت، ونسأل الله لها ولكم كل توفيق. وأنا الآن نقترب من الساعة الأخيرة، ساعة والعصر إن الإنسان الذي خسر، سوف أقدم لكم زيارة خاصة لحضرتك أيها الشيخ العزيز والمخرج، وهنالك مراسلكم في بريطانيا، وإني سوف أقوم زيارة خاصة بزيارة 40 زيارة هذا اليوم، لأن تنتهي هذه الزيارة مع حلول غياب الشمس. وعندي سؤال اتجاهك أيها الشيخ العزيز. نعم لهذه المسيرة. أنا لست شيخ شيخنا وإنما خادمكم شيخنا. الله يخليك يا حبيبي، لأن ليش أنت إن شاء الله مؤمن وتعرف، وأنا عندي في السؤال على نفس هذه المسيرة، زين هم لاقوا فد أشياء سلبية من الشارع في شارع في بريطانيا، ولو هم مثقفين في بريطانيا وليس متعصبين، ونحن نوصي بهم أن يتعاملوا بالرفق، يتعاملوا بالإنسانية، لأن رحم الله من أحيا هذه المسيرة، ورحم الله من قام بها، ورحم الله من استعمل بها كلام الطيب، ربما أن تحدث هنالك من السائرين، من السواق، من الشيء، ربما أن أحدهم يعترض بكلام من غيره، فهنالك الكلام اللي كلام الطيب، لأن نحن نسير على منهج الحسين. نعم الإمام الكاظم سلام الله عليه والكاظمين الغيظ جاري شقت رأسه في بريق من الماء وأطلق صراحة، إحنا لازم أن نتحمل أذية، ونحن كن على ثقة أيها المشاهدين الكرام، نحن على ثقة أن الله معنا، أن الذين يتصوفون الذين يتظاهرون بالدين سوف ينقلب عليهم سحر الساحر إن شاء الله. وأنا أشكر كل الأخوة المتصلين وخاصة الذين اتصلوا وأبدوا اعتراضهم، وأقول له راجع كتاب الترمذي، راجع هو يتكلم عن أبناء العامة، راجع صحيح مسلم، راجع صحيح البخاري، راجع كلام رسول الله ينقل من عندهم، ونحن نتمكن ونتمسك بكلام رسول الله. وأقول له أنت إذا كان ما عندك فد اعتقاد بالترمذي بصحيح مسلم صحيح البخاري المن تاخذ مين تاخذ؟ هو نفس عمر قال يقول لولا علي لهلك عمر، فهذا احنا ما نقدر نتركه. وانا اسال لك بالهدايه ان شاء الله، واني مستعد والله ان تاتون، انا في الاعلام، في الاعلام الدولي، في اعلام العتبة الحسينية، انا اقدم لكم التسهيلات واعطيكم الهدايا من قبر الحسين، واعطيكم التراب الاحمر، واعطيكم الماء من قبر العباس سلام الله عليه. وقد حدثت قبل قليل امراه ضريره اتت من العماره، وودي ان لكن كانت عندكم صلاه، وودي ان كانت ودي ان انقلها لكم بالكلام المسموع، ولكن بالصوره ان تتكلم كيف اطلق بصرها العباس سلام الله عليه قبل ساعه، وهنالك كان احد المعوقين الذين لا يتمكن المسير اخذ يبكي لان جماعته اتت من الناصريه
واطلق ساقه الحسين ببركه الحسين، ان الله وبركه الحسين. نعم احنا نطمئن ان الله اكبر كل شيء في الوجود، لكن اعطى للحسين كل ما يملك الله، لان الحسين ضحى باولاده، ضحى باصحابه، ضحى بكل ما يملك. وتعلمون ان زينب لما جلست عند الجسد الطاهر الشريف ورمت من الدماء الى السماء، قالت اهذا يكفيك يا رب؟ قال كفى. فشكوا عند الله سبحانه وتعالى أعطى للحسين. أمنوا أغاتي مشاهدي هذه القناة الكريمة في تحت قبتي، والله يستجاب الدعاء، والله عدم ذرية عندهم أنطاهم الله بفضل الحسين وكرامته. أنطاهم الآن، أرى أحد المواقف قبل قليل وقد تناولت الغذاء عندهم من أبناء العامة، لكن أبناء العامة معتدلين، نعم من أهل زيالة، من أهل الرمادي، من أهل بفتيخان، من هذه العشيرة الطاهرة الطيبة، وكل سنة يأتون إلى زيارة الحسين ويأتون سيرا على الإسلام من عين التمر، لأن على الطريق ذاك السياحي، ويأتون ويزورون، وإن شاء الله تزداد هذه المسيرة وتزداد يعني. عندكم في لندن. وأني ودي أيها العزيز، يا مخرجنا، يا مذيعنا العزيز، أنا راح أزور لك وأزور عن المخرج وأزور عن الذي نقل لنا هذه الصورة الصوتية، وأنا متابع مسيرتكم، وأني أشكركم، وتقبلوا مني التحيات. وأنا أقول لكم بزوار الحسين، مو بالزائرين، بزوار الحسين خلصت نفسي. وين الزائرين؟ لكي تحسب منهم يوم العدادي، فإن عدت فقد سعدت، وإلا فازت بتكسير السوادي. لا سواد، لا إن شاء الله كل الذي أتى إلى الحسين هو زائر، لأن منه هو حبيبة من المظاهر تجد الزائرين. حتى إذا أنت الآن في لندن في مكان، توجه وكما تعلم وتقول له ثلاثة لحظات، السلام عليك يا أبا عبد الله، يرد عليك السلام. نعم نعم، إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قريض عينا، فإن النار والله لا تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. أيها المشاهدين الكرام في لندن في كل مكان، إلى أصبح من هذه المسيرة عليكم في لندن من هذا الغبار، أنتم الآن تلقون الجنة، وأنا تحت قبة الحسين دا أتكلم وأرى هذه المجاميع التي تلطم وتبكي وتصرخ، ومنها تقدم الطعام، ومنها تقدم الكلام، ومنها تقدم العطور. نعم أيها المشاهدين الكرام، أحييكم مرة أخرى من هذه القناة الطاهرة، القناة الطيبة، وأحيي كل من اتصل بها، وخاصة الأخوة الذين أتهجم على أخينا هذا المذيع وأقول له أرجع إلى كتبك، وأني أنا مبتعد عن أقنعك، وأنا أرسل لك إذا لم تكن عندك هذه الكتب، أعطيك كتاب الترمذي، وأعطيك الكتاب صحيح مسلم وصحيح البخاري، وأشرح لك وهذه الكلمات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلها هؤلاء رضوان الله عليهم. أحسنت أحسنت شيخنا العزيز. أما بالنسبة للأذى والتعرض للأذى بالنسبة لمسيرتنا، نحن لا نتعرض ولله الحمد للأذى من الأجانب ومن الإنجليز، وبالعكس هم يستقبلون على بصدور رحبة، ولكن تعرضنا للأذى من البترية، من يتسمون بالتشيع، حاولوا منذ البارحة وقبلها بإرسال رسائل تثبيط لمن يريد أن يلتحق بهذه المسيرة الراجلة، وقدحوا في سماحة الشيخ الحبيب وحاولوا تثبيط المؤمنين، ولكن على الرغم ولله الحمد من الرسائل التي وصلت إلى بعض المؤمنين إلا أنهم التحقوا بهذه المسيرة. فكل مصيبتنا للأسف تأتينا من الداخل ومن هؤلاء الورم السرطاني الموجود في الجسم الشيعي. أحسنت شيخنا، رحم الله والديك، في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله بحق الحسين أن يهتدون إلى طريق الحسين، بحق الحسين أن يهديهم، ونراهم إن شاء الله معنا في السنة القادمة. هؤلاء اللي أذوكم إن شاء الله يأتون معاكم أو يأتون إلى العراق ويرون. نعم هنا مصريين من 30 دولة عربية وإسلامية، 30 دولة عربية وإسلامية كلها تصيح يا حسين يا حسين لبيك. نعم يا حسين. أحسنت ومن أحسنت هذا المكان المنبر الطاهر أحييك مرة أخرى، وأطلب منك أن ترفع هذه الكلمة بصوتك الشجي وأن تقول لبيك يا حسين من لندن. لبيك يا حسين. نعم لبيك يا سيدي ومولاي. أحسنت شيخنا.
نعم. في عندنا أي أخبار مخرج من من الحدث هناك من المسيرة؟ نعم اي خلينا نشوف آخر الأحداثيات للمسيرة الراجلة في العاصمة البريطانية لندن بعد إقامة صلاة الظهرين بإمامة سماحة الشيخ الحبيب في العراء. نريد أن نعرف إلى أين وصلوا في تحركهم وما مدى الوقع الذي نزل على هؤلاء الراجلين لأرض فدك الزهراء عليها السلام لتعزية سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام. من هنا نكون ضيوفا عليها في أرضها فدك الصغرى. نعم فدك الصغرى. السلام عليكم عبد الله الخلاف. كم استاذ جمال حياك الله حبيبي. نريد ان نعلم ما هي الاحداثيات بعد اقامه حياكم الله صلاه الظهرين في العراء بامامه سماحه الشيخ الحبيب وهل تحركتم او نعم تفضل. الحمد لله الحمد لله بعد ما صلينا الصلاه تحركنا باتجاه ارض فدك الصغرى باتجاه فدك الصغرى والأخوة السعادة وحيويتهم نشاطهم أكلوا وجبة خفيفة بعد الصلاة والآن إحنا في منطقة نورثون اللي تعتبر تقريبا بعيدة عن أرض فدك الصغرى 8 مايل يعني تعدينا أكثر من نصف المسافة وإن شاء الله إحنا بالاتجاه حسب ما متوقعين للمسيرة إنها بين 2:30 تقريبا نوصل إلى أرض فدك الصغرى. كان الأخوة متوقعين إن بالبداية كانت قوية ولكن خفت شوية السير. لا تنسى معانا أطفال ومعانا نساء فقل مستوى سرعة المشي ف توقع للمسيرة إنها 2:30 إن شاء الله ونكون قبل لا يعني قبل الظلام إن شاء الله لأن تعرفون إحنا المغرب تقريبا الساعة 4:15 توقيت غرينتش فإن شاء الله قبل راح نكون وياكم ويصير هناك نقل مباشر من مسجد المحسن عليه السلام لباقي مراسيم هذا اليوم وإحياء هذا اليوم من نعم. إذا كان في الإمكان أن تعرضوا لنا بعض الصور أو المشاهد الحية المباشرة الآن إذا كان بالإمكان وأنتم تتكلمون وتعلقون على المسيرة الراجلة لهيئة خدام المهدي عليه السلام. إن شاء الله الأخوة قاعد يجهزون الكاميرا وتعرفون إحنا في بعد الصلاة نحتاج نأخذ الأغراض كلها بإمكانياتنا البسيطة ولازم نعيد تجهيز الكاميرا والبث المباشر حتى ان شاء الله نكون معاكم مثل ما بدانا المسيره بث مباشر. نعم اذا في امكانيه مثلا نحاكي مثلا سماحه الشيخ عباس اغائي او سماحه الشيخ الحبيب مثلا اذا في امكانيه يكون معنا على الهاتف إن شاء الله. الان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خلكم معنا. نعم. والأخوة الحين ما شاء الله يعني بدوا في تجهيز البث المباشر وراح يكون معاكم صور إن شاء الله ولكن الحين معكم سماحة الشيخ عباس الغائي راح يسأله سماحة الشيخ في إخوان البث المباشر يحبون يسألون في بعض الأسئلة إن شاء الله بعد شوي راح يكون في بث مباشر. السلام عليكم ورحمة الله. سماحة الشيخ عباس أغائي نسألكم الدعاء والثواب والأجر والثواب إن شاء الله في هذه الخطوات. أنتم ممن كان عندكم ظرفا خارجيا لتذهبوا خارج لندن ولكن بقيتم لأن تكونوا تأخذوا هذا الثواب في هذه المسيرة الراجلة الفريدة من نوعها التي تقام لأول مرة في العاصمة البريطانية لندن بهذا الطول
فكيف الأوضاع عندكم، وهل تحسون بتعب أو شقاء في بسبب الجو أو مشاكل؟ تفضلوا شيخنا. عظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء، وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، وأتقدم بالعزاء إلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه، وجعلنا من أعوانه وأنصاره وأوسائه والمجاهدين تحت لوائه إن شاء الله. يعني أنقل لكم حقيقة صورة لا يتصورها العقل، حيث الكلمات تعجز عن وصف المشاعر والأحاسيس التي تتواجد في أعماقنا حقيقة. يعني أستطيع أن أقول أنه طريق الجنة وطريق نصرة أهل البيت صلوات الله عليهم، وهذا مما حرمنا منه في الواقع. نحن كنا نتمنى أن نكون مع أئمتنا صلوات الله عليهم، ننصرهم بدمائنا وأرواحنا، فاليوم لا نملك إلا هذا الشيء البسيط حقيقة، ونحن في خجل وفي وجل منهم ومن من ما لهم حق عظيم في أعناقنا وفي رقابنا، وهذا شيء لا يذكر حقيقة. نحن لو نقدم كل ما نملك مثله أضعافا مضاعفة لما وفينا ولما أدينا ذرة من الحق الذي لهم علينا صلوات الله عليهم. فلهذا إن شاء الله نحن نحث المؤمنين جميعا يضاعفوا العمل والجهد ويواصلوا السعي والمسيرة باتجاه أهل البيت صلوات الله عليهم، حتى يظهر المهدي صلوات الله عليه، وهو حفيدهم ومن سوف ينتقم من أعدائهم ويطلب بثأرهم ويظهر حقهم ويظهر ولايتهم إلى العالم في الواقع. وهذا ما نحن نسعى إليه وننتظره باشتياق وبتلهف حقيقة. فإن شاء الله المستقبل والحاضر بدأ يميل إلى كفة الإيمان والمؤمنين وإلى أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. نرى الأرض اليوم وأهل الأرض في جميع بصاعها وبقاعها حقيقة تتعطش إلى هذا الذكر الطيب لأهل البيت. لهذا نرى اليوم المسيرة باتجاه الإمام الحسين صلوات الله عليه متواصلة في كل الأرض. يعني إن شاء الله في القريب العاجل مسيرة سيد الشهداء وهذه الأربعينية وهذه السنة الحسنة سوف تكون متصلة من أقصى بقاع الأرض إلى أن تصل إلى كربلاء صلوات المقدسة. فإن شاء الله نكون مشاركين في هذا العمل، وأن نشارك إخواننا المؤمنين الذين وفقوا وشرفوا بأن يسيروا إلى سيد الشهداء في كربلاء وأن يصلوا في خدمة الإمام الحسين. ونحن من هنا من أرض الغربة حقيقة نتصل معهم روحيا وقلبيا، وإن كان المسافة المادية بعيدة وتفرقنا، ولكن إن شاء الله في القريب العاجل في الهمم المباركة للمؤمنين وبالسعي الحثيث لهم أن ننشر هذا النور العظيم إلى الأرض وإلى أهل الأرض، حتى تشترك جميع البشرية في خدمة أهل البيت وفي خدمة سيد الشهداء صلوات الله عليه. إلهي جزاكم الله خيرا. إلهي آمين. شيخنا العزيز، عظم الله لكم الأجر ولنا ولكم. إلهي آمين. شيخنا العزيز، كيف تجدون في أنفسكم أنتم والسائرون الآن وأنتم آتيين إلى في استضافة سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء في أرضها، أرض فدك الصغرى، فما هو الوقع على أنفسكم وأنتم قادمين لكي تستقبلكم فاطمة الزهراء عليها السلام في أرضها ومسجد السبط الثالث المحسن الشهيد عليه السلام صلوات الله عليهم؟ جزاكم الله خير. حقيقة يعني الزهراء لعظم المظلومية التي تحملتها ومع أبنائها الكرام، في الواقع نشعر بأننا نؤدي جزءا من الحق الذي لها في أعناقنا. عندما نسير إلى أرض فدك كأنما نسير إلى نصرتها صلوات الله عليها، وكأننا نسير إلى الدفاع عنها عندما هجم عليها الأعداء الذين هتكوا حرمتها صلوات الله عليها. فلهذا في الواقع مشاعر طيبة تحمل الإيمان وتحمل
الفداء ونصرة أهل البيت صلوات الله عليهم، ونتذكر مظلوميتهم وكيف وقع عليهم ما وقع ونحن لم نكن متواجدين في ذلك الوقت في الواقع. فهذه المسيرة على طول مسافتها لكن نشعر بأنها قريبة في الواقع، لأن الزهراء في قلوبنا صلوات الله عليها، ونحن لم ننساها ولن ننساها إلى أبد الآبدين. وإن شاء الله الأرض كلها سوف تتحول إلى فدكنا الكبرى، وهذه الأرض كلها إنما خلقها الله للزهراء صلوات الله عليها، كما في الحديث القدسي: لولاكم لما خلقت الأرض، ولولا فاطمة لما خلقتكم. في الواقع الزهراء لها السبب ولها العلة ولها الفضل في إيجادنا، فلهذا نحن نسير إليها بكل رغبة واشتياق وفداء في الواقع. فإن شاء الله هذه الأرض، هذه أرض مباركة، أرض فدك الصغرى، انطلقت منها النور المبارك لأهل البيت وولايتهم والبراءة من أعدائهم. فنحن نسير في الواقع إلى أرض طيبة، أرض مباركة، انطلقت من أرض الغرب حتى تتصل مع أرض المشرق وتجمع المؤمنين جميعا في جميع البلاد في الواقع. وكذلك هي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، هي محور الوجود ومحور الكون، فإن شاء الله تجمعنا جميعا، وتكون هذه الأرض لها خاصية ولها لها مكانة خاصة في الواقع في أوروبا والغرب. والغرب نعلم بأنه الآن متعطش إلى نور الإسلام ونور الإنسانية ونور أهل البيت الذي يحيي القلوب في الواقع. الغرب تقدم علميا، تقدم تكنولوجيا، لكنه في الواقع يعاني أزمات، أزمات أخلاقية، أزمات روحية. فمن خلال هذا المركز المبارك والمراكز الأخرى المباركة التي تتواجد في بلاد البلاد المختلفة، إن شاء الله ينتشر نور الزهراء صلوات الله عليها، عليها نور الزهراء ينتشر، الناس يعرفوا مقام فاطمة ويعرفوا حقها، فتنتشر هذا الديانة وتنتشر هذا النور إن شاء الله ببركة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. نعم أحسنتم شيخنا، رحم الله والديكم. بارك الله بكم. نعم إذا يكون معنا عبد الله الخلاف مراسل قناتي فدك وصوت العترة عليهم السلام من وسط لندن العاصمة البريطانية. عبد الله معنا؟ نعم دقيق تفضل. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم عبد الله، نحب نعرف نفسيات الناس السائرين الحين وهم يتجهون في ضيافة الزهراء عليها السلام لأرض فدك الصغرى عند الزهراء عليها السلام لكي يواسونها، فما هي النفسيات يعني أو وقعها على النفس عند السائرين معكم اليوم؟ ما شاء الله لحد الآن الأخوة يعني القوة والطاقة كان بدينا من جديد، والحمد لله مصممين إن يوصلون بأسرع وقت ممكن. واللي يشجعهم أكثر ردود فعل الناس الأجانب حوالين المسيرة عندما يأخذون الورود ويأخذون البروشورات اللي هي التوزيع اللي تعرف الأجانب في من هو الإمام الحسين عليه السلام. وكذلك قبل للمرة الثالثة يعني تعرفون مسيرة راجلة، فيكون هناك استفسار من الشرطة إذا أجوا بعد ما يشوفون الموافقات. إحنا هم فرصة نكلم الشرطة على لماذا أتينا هنا وسبب تجمعنا سبب مشينا، هذه هم فرصة إذا هم ممكن إن شاء الله يكون مشروع هداية للشرطة، ممكن هم نعطيهم نفس البروشورات اللي هي الأوراق التعريفية من هو الإمام الحسين عليه السلام بالإنجليزي، وكذلك يعطونهم ورد. فلذلك يشوفون المسيرة سلمية حبية، ناس فقط تؤدي شعيرة من شعائرها الدينية بكل أمان بكل سلام، ينشرون الحب، يوزعون الورود، يعرفون من هو الإمام الحسين. فلذلك ردود الفعل إيجابية سواء كانت من الشرطة اللي
أكثر من مرة يعني جو استفسره ومن الناس، وحتى بعض الأشياء المأكولات الخفيفة كبسكوت كيك يوزعونه على المارة، هم قاعد يعطي فكرة أو يعطي ردة فعل إيجابية من الناس. تعرفون هني ترى الأجانب يعني أي شيء يقدرونه، يعني أي شيء تعطيهم إياه مجانا عندهم محل تقدير، فلذلك لما تعطيهم أي نوع من أنواع الحلويات أنواع البسكوت كويت الكيك تلاقيهم يلاقونها في إيجابية، وهذا هم يعتبر دعوة. دعوة نعم نعم. الحين الأخوة الحين عطوني الجهاز الخاص بالنقل المباشر، نعم الظاهر الحين يحاولون يطلعون بس مباشر إن شاء الله. أحسنتم. في هذا إذا كان أمكن في هاي البث المباشر، أنا علمت أن معكم من السائرين من هم شيعة ولكن بالأصل إنجليز. نعم إنجليز متشيعين. نعم معنا إنجليز ومعنا أخ من أمريكا الجنوبية كذلك متشيع، فإذا إن شاء الله تحبون أنا إذا أمكن ممكن أن تجري معهم لقاء أو تعطيهم التليفون نسألهم كم سؤال على الهواء حسب الإمكانية اللي عندكم. إن شاء الله لحظة أعطيك الأخ جيم. نعم أنا صراحة الأخ لو شو اسمه لو يجهزون الكاميرا خل يطلع معاك بث مباشر. ممتاز. إذا يكون James, موجود. They want to ask you a question on FedEx TV, okay? تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام مستر جيمس. Hello. Hi. Yes, speaking. You was coming to FedEx land because of you want to join that people for this walking since last night. This is right? Yes. Yeah. And what do you feel now when you're walking on with the people to come to again to FedEx land because of Imam Hussein? What do you feel on that? My legs are quite tired, but my heart's very happy. Yes? Hello? Yes, Mr. James, I can hear you. Hello? Yeah. So the line isn't very clear. So how the people you see, that people you walking with them in the way, how you feel when you can understand the words they are saying? I ask my friend and he tells me. Yeah, translate to you. Yeah, he translates to me, yes. Okay. That's fine. And I feel very happy. I think everyone is quite happy. So you feel you change on that day? There is some change? Yeah. I'd say that we've all become more of a group together, you know? Yes. Hard work makes a good group and makes a good relationship. You don't feel that this is way you are walking is long? Oh, it's very long. Yeah. But it's all the better for it. But you feel tired? No, I'm fine. You are fine? Yeah. Good. Okay, do you have something you want to say for people? Yeah, you know, if you can do this, for Hussein alayhi salam, it's very well worth doing. Especially when the weather's good like it is today, it's a pleasure. Yes. Okay. So thank you, Mr. James, and see you no soon, problem. Inshallah, on FedEx land. See you, inshallah. Assalamu alaikum. Alaykum assalam wa rahmatullah. Hada al akh. الإنجليزي الأصل متشيع أتى ليلتحق بأرض بهذه المسيرة التابعة لهيئة خدام المهدي. منذ أن رأى الإعلان أتى من منطقته وهو يسكن خارجا بعيدا، ولكن أتى ليلا
إلى المسجد وهيأ نفسه لكي يكون من أول السباقين الذين يمشون في هذه المسيرة الراجلة على حب الحسين عليه السلام ومحاكاة للسائرين من كربلاء إلى كربلاء المقدسة في العراق. أيضا الأخ يقول أنني مبسوط وسألته عن بعد أو طول المسافة، هل تحس بتعب؟ يقول أنه لا يحس بأي تعب وأنه مبسوط ويفتخر بهذه المسيرة. عبد الله معانا؟ speak to Abdullah. Yes. Okay, hold on, let's get him. نعم الآن سوف يقدم لنا الأخ عبد الله الخلاف من قلب الحدث من عنده هناك، إذا أمكن ووصلوا الأجهزة لكي يكونون معنا بالبث المباشر من قلب الحدث. عبد الله معنا؟ ألو؟ نعم للأسف انقطع الاتصال وسوف نتواصل مع الأخ عبد الله الخلاف. إذا عدنا اتصال مخرج حول لنا اتصال. نعم شوف لنا إذا في اتصال حول. هذه كما ترون المسيرة الراجلة سيرا على الأقدام محاكاة لمن يسيرون في العراق، سيرا على الأقدام ليذهبون إلى كربلاء المقدسة لكي يقيموا شعائر في يوم 40 لأبي عبد الله الحسين أبي الأحرار سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه، ومواساة لجده وأمه وأبيه وأخيه وأبنائه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، ومواساة لسيدنا ومولانا صاحب الأمر ولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه. معنا عبد الله رجع مره ثانيه. عبد الله السلام عليكم. هلا جمال معك مره ثانيه. تفضل. نعم ما جهزت عندكم الصور والكاميرات؟ والله الحين الاخوه في الان الصوره ما اعتقد وصلت الصوره، بس تاكد مع المخرج اذا كانت نعم. الصوره واضحه. مخرج في صوره واضحه عندك؟ نعم شويه بعد يقول زين. عبد الله مثلا الأخ جيمس أبدأ راحته وقال أنه يفتخر بهذه المسيرة، وهذا الشيء مفرح أن نسمع من أخ متشيع إنجليزي. يعني لا عادة هؤلاء الإنجليز لا يبذلون جهدا، ولكن على رغم أني سألت أن المسافة طويلة ولكن هو يحس براحة في هذه المسيرة وهو يفتخر بها. فهل المجموعة الموجودين اليوم كما الأخ جيمس موجودين بهذه المسيرة؟ نعم نعم احنا ترى لمسنا في الأخوة المتشيعين خاصة الإنجليز عندما يرون هذه الشعائر الحسينية نجد ردود فعل إيجابية دائما منهم. مثلا الأخ جيمس في شعيرة التصبير كان جدا متأثر وبكى على أبي عبد الله الحسين وكان من المبادرين. الأخ أليكس اللي أجرى معاه قبل فترة حتى الأخ فايز الجبوري في برنامج للدفاع عن الشعائر أجرى معاه لقاء. نعم. هذا الأخ أليكس من النمسا أول مرة اللي هو أدى شعيرة التطهير الإجماع المقدس كان متردد. الآن آخر مرة في هذا شهر محرم اللي فات رأيناه من أكثر الناس الذين سالت دماءهم وأدوا هذه الشعيرة بكل روحية عالية. الشعائر الحسينية دائما تلاقيها جذابة خاصة للمتشيعين، سواء كان المشي سواء كان البكي على أبي عبد الله الحسين، اللطم، عزاء الزنجيل، التطبير، المشي على النار، كل هذه الشعائر الحسينية المباركة هي هذا عامل جذب ودعوة
معرفة من هو الإمام الحسين والسؤال عن أبي عبد الله الحسين. إحنا اليوم لما نجري شعيرة التطهير مثلا، موظف أو المسعف الذي يتكفل بطبعا إحنا عندنا قوانين في بريطانيا، إذا أجرينا شعيرة التطهير لازم يتأتي إسعاف. هذا الموظف نفسه كل ما يأتي موظف إلى هذه الشعيرة ويسأل عن شعوره يجد أنه يعني دافع أنه يشرح له من هو الإمام الحسين، لأنه هو يبدأ بالسؤال. وهل نقول له بداية استغراب؟ يقول لا بالعكس، نشوف شعيرة دينية تمارس ونحن نحترم الشعار دي. ها عكس اللي قال ردود الفعل السلبية من المتخاذلين الانبطاحيين اللي دائما يتذرعون بهذه الحجج الواهية، أن يقولون الأجانب يشمئزون، الأجانب لا يحبون هذه الشعار، الأجانب تعطيهم فكرة سلبية. هذا الأخ جيمس قبل فكرة كلمك وهو متشيع. عندنا كذلك أخ من أمريكا الجنوبية كذلك متشيع معنا في المسيرة. حتى إذا ممكن تحب تسأله سؤاله هو معي على الخط. نعم إذا موجود نحب نسأله نستضيفه. نعم شو اسمه الأخ؟ شو اسمه؟ إبراهيم تقدر تكلم إبراهيم. نعم إبراهيم، they want to ask you a question about your work here. Okay, can I ask them? Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Mr. Ibrahim, you are a live show now. We want to ask you, you're coming from America, right? Yeah, South America. Yeah, what's the reason? What's for you are coming? Yes, because Imam Hussein, alayhi salam, it's very important for me. So this is a very important day for me to do this. Yes. To walk because of people walking because of they love Imam Hussein. Yes. Yeah. This is the first time for you. Yes. Yes. This is my first time. Yes. So, Mr. Ibrahim, how you feel that? It feels very good. Everybody is very good to me, and it feels very good, very nice. Very comfortable to walk with my brothers and sisters. It's very emotional for me now. Very emotional time. Okay, Mr. Abraham, you did not say that people were looking for me in England, and they will say that people what they are making just taking some flags and walking in a street. No, it's not just like that. It's more than that, you know. I cannot explain it, but it's just together and to remember Imam Hussein, you know. So. Okay, this is maybe 30 a kilometer. You're not feeling any tired? No, I'm not feeling tired. I'm not feeling anything. I think I can walk more than 8 hours more, I think. Yes. Inshallah. Inshallah. So, also, you are coming to Fedak land. You are walking till coming to Fedak land to invite you here for Fatima al-Zahra alayha salam and doing a lot Shaira here. So, how you do with that? I don't understand because the connection is not so good. Yeah, I told you you are walking from middle of London to yes. come to Fedak land and farmer, yeah. right? Yes. Here will invite you from Fatima al-Zahra alayha salam because this land is for her. Yes, yes, so, of course. And you will do a lot Shaira here, like as Inshallah, inshallah. Yes. I hope to do that one day, yes, inshallah. Inshallah. So how you feel with that? Is it, you can feel that Fatima al-Zahra will, yani will invite you here? Of course, you know, everything for Ahlul Bayt, you know. So
I will do everything, you know. Yes. Okay. So, of course. Okay. There is anything you want to say for the people? The thing is, yeah, we are now in a very difficult time, but inshallah, Allah will give us victory. That's the only thing I can say now. And that our people, inshallah, will be patient. Allah will grant us victory. Yes. Okay. Thank you very much, Mr. Ibrahim. And if we can, you give me Abdullah Al-Khalaf again. Inshallah. السلام عليكم. اهلا اخي جمال. انا اخي عبد الله الحين طلعت عندي الصوره، انا الان للاسف راحت مره ثانيه الصوره، ما ادري مخرج اذا احنا 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 في هذا الوقت سلكنا طريق اللي يسمونه باس. اي احنا نريد نشوف هاي الطريق عاد عبد الله، لان هذا الطريق غير صالح. نعم، غير صالح للمشي في السيارات، فقط للمشاة، لانه صاير بين حدائق وبساتين. نعم. اخترنا هذا الطريق لانه يكون طريق مختصر، فهذا الطريق ممكن تحصل الاشاره تكون ضعيفه، تقطع الاشاره السيجنال من خلال التليفون. نعم. مخرج اذا صارت الصوره زينه ممكن تحط لنا، اي حط لنا الصوره، خلينا اي من تصير زينه تحط الصوره، خلى الجماعه نحب نشوف هذا الطريق، لأن هذا الطريق أصلاً في كان خطورة، وكان في تردد من سماحة الشيخ أن لأن الأطفال والنساء، ولكن نحب نشوف هذا الطريق. والله تو الحين قبل شوي كان في مثلاً ماي، وعندنا عربانات أطفال. نعم. العربانة ما رغت تمشي مثلاً، يعني أعطانا الشعور أنه فعلاً قاعد ندي شيء، يعني كان نحاول شلنا العربانة مشينا. الآن الأرض تقريباً يعني أرض مبللة جدا، طينية. نعم. فيها وحل، فهذه هم شوية يعني فيها شوية هم جهد. أجر أكثر إن شاء الله. نعم إن شاء الله. نعم. إن شاء الله يكون فيها أجر. إحنا نتمنى أن نشوف هاي الطريق معاكم ونغطي للسادة المشاهدين. هذه قلت لكم إحنا لأن الإشارة تكون ضعيفة بسبب قلة الإمكانيات، تواضع الإمكانيات، ولكن الحمد لله يعني كل فترة نقدر نطلع لكم صورة. نعم. بسيطة عن المشي. نعم. تتعرف حتى لو طالع الصورة اللي يعطيها المصور يوقف حتى يخلي المسيرة تمشي، وبعدين يروح ياخذ مكان ثاني، فهذا هم صعب عليه، ينتقل من نقطة إلى نقطة، فيها صعوبة يعني ما في يقدر إنه يا مثلا سيارة هني تواكبنا ويكون فيها كاميرا، صعب، لأن هني فقط المكان مخصص للمشي من غير دخول السيارات الى هذا المكان. نعم. الحمد لله الحمد لله بسيط. ترى على فكره حتى طريق المشايه الى كربلاء هم مساكين الاخوه يعانون. الان رجعت الصوره، الطريق جميل، بساتين فيه، ولكن نعم هو بين بساتين صح. نعم. اي وحلي بسبب انه لانه مو ما في بنية تحتية، ما في مثلا مجاري لتسريب المياه، فتلاقي المياه متجمعة، ولكن الحمد لله إن شاء الله كل ما نخطي خطوة نحس إن الطريق أقرب ونوصل أكثر أسرع إن شاء الله، ونأدي باقي الشعائر إن شاء الله في أرض فدك الصغرى. إلهي آمين، إن شاء الله توصلون لنا سالمين إلى فدك الزهراء. على طاري سالمين، أنا بقول لك أنقل لك حادثة صراحة استغربتها. أحد الأخوة اللي جانا من منطقة بيرمنغهام اللي هو أبو حمزة، نعم، إجا لمشاركتنا هذه المسيرة، فيقول إن أم العيال زوجته الله يخليها جايبة معاها كفن. قالت إحنا هذول الأخوة دائما معرضين الى القتل او معرضين للاغتيال، فان شاء الله الله يكتب لنا الشهاده. جايبه معاها كفن من بيرمنغهام، فهني تذكرت سبحان الله، قلت ابناء عائشه الحميراء المجرمه وابناء ابو بكر اول ارهابي في الاسلام في كل مكان لديهم ايادي ملطخه بدم الابرياء، يعني حتى هني
ما في فكرة أنه ممكن هذولا يقومون بعملية أو تفجير أو إيذاء للمشاية. فيا ليت أنه نستشهد هني في سبيل أبي عبد الله الحسين، حتى هم نشارك المشاية في العراق اللي استشهدوا في هذا السبيل إن شاء الله على قوله في دعاء سبيل الله. نعم. في دعاء لأهل البيت سلام الله عليهم يقولون اللهم اجعل توفيق أعدائي بقتل، يعني أعدائي توفقون إنه يقتلني زين وادخل الجنة أعداء البيت أعداء الله. فإذا هذا الوهابي توفق فيني مثلا أنا الحين بين البساتين ومت شهيد إن شاء الله، نواسي فيها شهداء كربلاء، شهداء المشاية اللي كل سنة يسقط العشرات في سبيل السير إلى أبي عبد الله الحسين. إلهي آمين، نحن كلنا نتمنى الشهادة بإذن الله تعالى في هذا السبيل وفي هذا الطريق. أيضا أخ عبد الله أحب أن أبلغكم أن الشيخ قيس من كربلاء يسلم عليكم ويدعو لكم، وسوف يزور زيارة الأربعين عند أبي عبد الله الحسين نيابة عنكم وعن الماشينة بإذن الله تعالى في هذه المسيرة المباركة وعن طاقم هيئة خدام المهدي عليه السلام. جزاه الله الخير وتقبل الله أعماله، ونحن كذلك ندعو له ونشاركه ثواب هذا السيف، وهذا جزء بسيط من الخدمة اللي تقدمها قناة فدك، هي ربط المؤمنين فيما بعضهم فعلاً بعضا فعلاً. اللي يدعي للآخر، اللي يزور للآخر، اللي يتصدق عن الآخر، اللي يؤدي أعمال عن الآخر، يقوم بعمرة بحج عن الآخر، ختمات قرآن أيام شهر رمضان بالعشرات كانت نيابة عن أموات مشاهدي قناة فدك، وهذه هي خدمة من الخدمات اللي تقدم، هذه هي ربط المؤمنين بعضهم بعض، يدون أعمال عن بعض، يزورون بعض، يتشاركون الثواب. أنا أشارك الشيخ قيس هذا الأجر اللي قاعد نقوم فيه في سبيل أهل البيت سلام الله عليهم، كما ندعو له ولا ينسانا من الدعاء. نعم، وأنتم من أهل الدعاء إن شاء الله. أيضا هناك أخوة كثر اتصلوا من العراق وسألناهم الدعاء بإذن الله تعالى، يدعون ويزورون نيابة عنا وعن موتانا. هؤلاء أخوتنا إن شاء الله، وكما قلت أخي عبد الله هذه القناة خرجت بحدث جديد حيث ربطت الشيعة في العالم، وكل من لا يستطيع الزيارة يجد هنا في أرض فدك الزهراء من المسجد الشيعي الأول في لندن، مسجد المحسن الشهيد عليه السلام، من يدعو له ويزور له ويتبرع بالنيابة عنه. ولا نجد هذا العمل الترابطي والاجتماعي في الحقيقة في قنوات، وهذا اللي يميز قناة فدك بساطتها وقربها من الشارع، قربها من المؤمنين، صوتهم يوصل، سهولة التواصل، سؤالك يجاب عليه بكل صراحة، بكل سهولة يقدر يطرح سؤاله بكل حرية من غير ضغط، من غير حسابات، كلام بعفوية، برامج كثيرة غير معدة سابقا، فقط من القلب إلى القلب، من الجمهور إلى الجمهور، برامج كثيرة لقناة فدك يكون فيها المحور هو صوت المشاهد. نحن نريد إيصال صوت المظلوم، صوت من لا صوت له. هذه قناة فدك بدأت على هذا النهج واستمرت ولا زالت، وإن شاء الله نبقى على نفس النهج، البساطة، التواضع، القرب من المؤمنين إن شاء الله. إلهي آمين، إلهي آمين. ونسأل نحن أيضا محبينا ومن يحب استمرارية هذا الصوت أن دائما يكونون معنا لكي ننشر نور آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم
للعالم أجمع وللبشرية كافة، ونقوم بمثل هذه الفعاليات إن شاء الله الناجحة تكون لنري العالم ونعرفهم من هم أئمة أهل البيت في هذه مثل هذه الأيام، هذه المسيرة الراجلة التي تنطلق من العاصمة البريطانية لندن الفريدة من نوعها على ما يقارب بعد 30 كيلومترا، متجهة إلى أرض فدك الصغرى في ضيافة الزهراء عليها السلام لتقيم الشعائر في هذا اليوم. نتمنى وإحنا أخوي أخوي جمال إحنا في هذه القناة وفي هذه الهيئة الحمد لله من المبادرين إلى مختلف الأنشطة اللي نقوم فيها، وهذه الأنشطة تلاقي قبول عند الناس، فتلاقي يعني يحاولون ينفذون هذه الأنشطة. مثلا احنا كان عندنا احياء مناسبة استشهاد المحسن عليه السلام اللي كان مقفول ذكرى، نعم. ما في حسينيات او مجالس تعرف متى استشهد وكيف استشهد ومن الذي قتله، احييناها في قناة فدك. الان الحمد لله صارت معظم المجالس الحسينية تحيي مناسبة استشهاد المحسن عليه السلام. مناسبات نعم ابن النبي ابراهيم ايضا مثلاً. نعم قناه ابراهيم عليه السلام من السباقه لاقامه هذه نعم كذلك صاروا كان الحين اكثر من مجلس يقيم هذه المناسبه، مناسبات البرائيه هناك الطاقيه الاول الثاني عمر، نعم. هناك الطاقيه الاول ابو بكر، هناك المجرمه عائشه، هذه المناسبات كنا من المبادرين الى نقلها على الهواء مباشره، والان والحمد لله الناس كذلك تحتفل بهذه المناسبات من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض. تلاقي غالات هلاك عائشة من كندا إلى أستراليا إلى أمريكا إلى القطيف إلى العراق إلى حتى يعني أماكن في أفريقيا بعثوا لي صور أقاموا مجالس، هذه المجالس اللي ما كان أحد يعرف عنها أو أحد يقيمها إلا بعدما أحيتها قناة فدك. هذه المبادرات اليوم احنا عندنا هذه المبادرة، مبادرة المسير في أوروبا للناس اللي ما يقدرون يسافرون للعراق ويودون هذه الشعيرة، يقدر يقيم هذه الشعيرة في بلده. اليوم أنا اتصل علي الأخ أمير الحاج يحيى من فلسطين، نعم. يهم يريد أن يحاكي مشاية أبي عبد الله الحسين وهذه الشعيرة، فكذلك مشى بهم مسافة ضعف المسافة التي نحن مشيناها، يذهب إلى مقام الحسين عليه السلام لديهم في فلسطين مشيا على الأقدام. فهم الأخ يعني في على حسب استطاعته على حسب قدرته يمشي في منطقته، ونحن نوجه الدعوة إلى كل الأخوة في السنين القادمة أن يحاكوا هذا المسير ويسيروا في كل دولة. الحين الأخ أمير حاج يحيى في فلسطين، باكر إن شاء الله نشوف أخوة في بلجيكا في هولندا في ألمانيا، إحنا كذلك ممكن نشوف أخوة يأتون إلى أرفدك الصغرى ليس فقط من هذه النقطة، ممكن من مناطق خارج لندن. أحسنت. من مثلا من بيرمنغهام من مانشستر من مناطق بعيدة، مثلا الأخ الإنجليزي جيمس من نيرويتش يأتي مشي من نيرويتش، الأخ مثلا أبو سلمان من بولتون يأتي من بولتون مشي. فهني تلاقي الناس كلها تأتي مشيا إلى أرض الزهراء سلام الله عليها من مختلف المدن الإنجليزية إن شاء الله. إن شاء الله تعالى نحن نتمنى أن تكون هذه مبادرة مباركة إن شاء الله للعالم أجمع خصوصا العالم الأوروبي لكي يتشجعوا على مثل هذه الفعاليات، والسنة القادمة نرى إن شاء الله تعاظم لهذه المسيرة الولائية البرائية التي لن يشهد مثلها مسير قبل. الآن أرى الصورة ظهرت عندي وأنتم سائرون أخي عبد الله في كما ترون أعزائي المشاهدين، هؤلاء السائرون في المبادرة الأولى لهيئة خدام المهدي المسيرة الراجلة اليوم 40 في العاصمة البريطانية لندن
ابتداء من كينزبري كانت الى اطراف لندن فولمر، اتينا الى ارض فدك الزهراء عليها السلام لكي تستقبلهم فاطمة الزهراء عليها السلام ليقيموا الشعائر الحسينية ويواسوها بهذا المصاب الجلل. اخي عبد الله، بحكم علاقاتك، انت عندك علاقات واسعه تقريبا في اوروبا، سمعت ان هل هناك مسيرات راجله في هذا اليوم في اوروبا؟ في اوروبا في مسيرات ولكن ليس بهذه الحجم. بعثوا لنا الاخوه من السويد، بعثوا لنا الاخوه من المانيا، من بلجيكا، هناك مسيرات ولكن ليست بهذا المسافه. في لندن كذلك مسيرة ولكن فقط يعني أقل من مايل، يعني فقط رمزية، ولكن بهذا البعد وبهذا العدد لم تحدث هذه المسيرة من قبل في أوروبا. نعم. طيب أخي عبد الله، هل سعيتم وراء موسوعة جينيس مثلا أن تسجل هذه المسيرة الدينية على طول هذه المسافة، حيث أن لم يسبقكم أحد بهذا الفعل؟ هذه التوثيقات تحتاج لها يعني اجراءات معينه، ولازم ياتي مندوب من هذه المؤسسه، فان شاء الله احنا نعمل عليها في السنين القادمه ان شاء الله. احسنتم. ايضا اخي عبد الله، شلون الاجواء عندك الحين ويا الماشين؟ والله الجو ما شاء الله يتحسن اول، الجو كجو الصراحه العام يتحسن اول باول، والجو يتحسن أفضل، والآن الجو صار أدفى والحمد لله، والإخوة ما شاء الله معنوياتهم مرتفعة ولا زالوا يواصلون السير من غير توقف على نفس الوتيرة اللي عطلنا ويأثرنا الآن، فقط بعض الأرضيات الآخر يمكن نص ساعة كنا نمشي في منطقة جبلية، يعني نص نصعد، بتعرف المشي في الصعود يكون أصعب شوي. نعم. الآن لا، الحمد لله نمشي في منطقة مستوية وأرض يعني أرض جيدة. نعم. أنت بس تسمع النداءات هذه معناته الناس لحد الآن معنوياتهم قوية ولحد الآن في عندهم طاقة. نعم. إيه، لأن الواحد يمشي وهم يطلع طاقة في الكل لداهم، احتاج إنه قوة أكثر. نعم، أحسنت. أنا في وقت وقفنا تقريبا لإعلان أذان الظهرين في على القناة، فخرجت إلى الخارج أنظر إلى الجو، يعني على مد البصر لا أرى غيوم، وكانت الشمس واضحة بازغة في كبد السماء، ويعني حتى يعني من أكثر من شهر، لأن على مدى هاي الأربع أو خمسة أيام اللي فاتت كان هناك هواء قوي ومطر قوي، فاستغربت من الجو اليوم، الجو جدا الحمد لله. الحمد يعني لله، نعمة نعمة من الله. الحمد نعم. لله. نعم الحمد لله، هذه بركات الحسين عليه السلام، اليوم الجو مشمس وليس بارد، الجو جيد. أنا كنت لابس ملابس يعني أكثر، حسب الأخوة أكثرهم يعني وضعوا ملابس الثقيلة في السيارة اللي مرافقة لنا، سيارة الخدمات، لأن الجو ما شاء الله وشمس قوية الآن ما شاء الله. نعم. يعني سيارة يعني الخدمات عبد الله، هل استفاد منها السائرون على خطى أبي عبد الله الحسين وعلى حب الحسين سلام الله عليه؟ ما سمعتك لأن الحين قريب من النداءات، ممكن تعيد السؤال؟ سيارة الخدمات اللي حضرتها هيئة خدام المهدي، هل استفاد منها الجماهير اللي معاكم؟ طبعا، خاصة الأطفال والأخوات خذوا فترات راحة، سيارة ما شاء الله فيها مريحة، فيها كراسي مريحة وفيها مرافق، كذلك احنا توضينا وقمنا الصلاة، يعني هذه كلها أمور إيجابية صراحة لهذه السيارة، وهي خدمتنا كثيرا. يعني كان خطتنا احنا مختلفة جدا، ان نحاول ان نخلي نقاط توقف في المرافق العامة، ولكن لما أتى تبرع من الأخ أبو حيدر والأخ قصي
لحد الان وصلني تبرعين، وابو حيدر تبرع جزاه الله خير، برع 100 دولار والاخ وصي ب 100 دولار. قدرنا شويه يعني اشترينا هذا، اجرنا هذه السياره، ويعني خففت علينا شويه المصاريف. تعرفون احنا لحد الان في طور حث الاخوه للتبرع لتسديد فاتوره قناه سدك، ولكن الحمد لله الاخوان هم بالاضافه الى تبرعاتهم للقناه تبرعوا الى هذه المسيره، والحمد لله اجرنا هذه السياره اللي ساعدتنا في هذا السير. نعم، أنا بحمد الله ورعايته أرى أن هناك أناس توجهوا مباشرة إلى أرض فدك الزهراء. من لم يلحق على المسيرة بدأت الجماهير تأتي إلى أرض فدك الزهراء لإحياء يوم الأربعين بإذن الله. صحيح، في بعض الأخوة ما يقدرون السير، بعض الأخوة ترى جو الأرض وبعدين طلعوا مرة ثانية لما حددنا لهم موقعكم راحوا لكم يعني. صحيح، سحقوا معانا في اثناء السير، وانا حتى على فكره اكثر من واحد يتصل يقول لي وينكم وينكم، فدائما اكون مشغول ويا البث المباشر ويا تغطيه القناه ويا التصوير، فحاولت اجيب بعض الاخوه اللي التحقوا معانا، واثناء المسيره يلتحقون معانا بعض الاخوه، وقاعد تكثر ما شاء الله المسيره. نعم الحمد لله. شلون وضع يعني على الرغم من أننا نعلم أن سماحة الشيخ الحبيب يعاني من ديسك وآلام شديدة في ظهره ومشى معاكم هذه المسافة، شلون وضع الشيخ سماحة الشيخ؟ والله الحمد لله أصافي للعافية إن شاء الله. إحنا مثل ما أذكر جاب إجابة سماحة الشيخ على واحد المتصلين قبل فترة، أحد الأخوة المصريين اللي قال ان هذا الشعائر التطبيق، شعائر التطبيق لا تنقل الامراض والاوبئه من خلال انتقال الدم وضرب الروس، فرد عليه رد جيد سماحه الشيخ، قال ان اي عمل تقوم فيه لابي عبد الله الحسين قربا لاهل البيت سلام الله عليهم لدينا ايمان لا يصيبك مكروه وانت تؤدي شعيره لابي عبد الله الحسين. كذلك سماحه الشيخ والاخوه، أصلاً بالعكس هذه صحة. أنا قبل كم يوم أحد الأخوة اللي يدون شعيرة تطبير يقول كان فيني ثعلبة، كان شعره يتساقط، يقول ما شاء الله شعره طويل، أقول له ما شاء الله، يقول والله قبل سنتين من الـ لما يسيل الدم، هذا الدم اللي يخرج من الرأس هو دم فاسد، فممكن أنه يكون العلاج في هذا الأمر. فالحمد لله يقول والله كنت قبل لا أدي هذه الشعيرة كان فيني ثعلبة، والحمد لله الآن شعره طلع. نعم الحمد لله تعالى، هذه ببركة أبي عبد الله الحسين. يعني رأينا الكثير من المعاجز وخصوصا عند السائرين إلى أبي عبد الله الحسين، وكان الشيخ قيس من كربلاء قال لنا عن بعض المآثر التي حصلت في هذه الأربعينية على الهواء مباشرة وسمعه الجمهور. أيضا نتمنى ان يكون ما زال هناك مجال اسمع اخي، اسمع اخي شويه من النداءات. نعم نحب نسمع الهتافات. نعم هذه الهتافات من الجماهير بأن الشعب يريد ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونتمنى هناك أيضا في العراق عند أبي عبد الله الحسين الكل، هذه الملايين تصرخ بأن الشعب يريد ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه. الحمد لله المسيرة لا زالت، والاخوات ما شاء الله نفس الحين، حتى الاخ المسؤول عن التنظيم الاخ جمال يقول خصصوا، حتى لان صار الحين صار في المسيرة يعني، لان تعرفون الشوارع ساعات تضيق وتعرض، يعني لما يكون الشارع ضيق فلا يستوعب اكثر من شخصين يمشون، فيصير المسيرة كلها بالطول يصير طويل، فيصير فرق مسافة طويلة، فننتظر حتى نجمع الأخوة.
هذا شوي هم ياخذ من الوقت ويعطلنا، ولكن على الوقت المتوقع ان نوصل ان شاء الله قبل صلاه المغرب ان شاء الله باذن الله تعالى. مخرج اذا كان في عندنا اتصالات ممكن نستقبل اتصالات ايضا في هذه الاثناء الى ان تأتينا الصورة في أي وقت. مخرج تأتينا الصورة ضعها لنا من المسيرة الراجلة ليوم 40 في العاصمة البريطانية لندن. نتمنى أن يكون معنا متصلين من كربلاء أيضا لكي يصفوا لنا ويحاكونا كما أننا نحاكيهم بهذه المسيرة، كيف كانت مسيرتهم وكيف كانت شعاراتهم وماذا حصلوا عليه وماذا رأوا، لأن كما نعلم أن في هذه المسيرات المليونية تحصل من معاجز أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وببركات الحسين عليه السلام، هناك من يحصلون على مبتغاهم ومرادهم وحاجتهم إن كانوا مرضى. شفى الله جميع مرضى شيعة أمير المؤمنين عليهم السلام ببركة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأنه في هذا اليوم 40 لا يخيب السائل عند أهل البيت، خصوصا إذا كان قاصدا قبر الشهيد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، عندنا حسن من ذي قار. حسن علي من ذي قار، تفضل. حسن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مأجورين، تفضل. عظم الله لكم الأجر. ولكم الأجر أعظم إن شاء الله، تفضل عزيزي. نعزي الإمام المهدي عبد الله فرجه ومرجعنا العظام والأمة الإسلامية. نعم. بمصاب الحسين عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه. نعم تفضل، نسمعك. لا تسمعني من التلفزيون، اسمعني من الهاتف. حسن، نصي على التلفزيون، اسمعني من الهاتف فقط. ألو. نعم. نعم، انقطع الاتصال مع الأخ حسن، لأنه يا أخوان عندما تتصلون هناك تأخير بين الهاتف والتلفاز، فإذا ما استمعتم للتلفاز يكون تشويش فينقطع الاتصال. إذا معنا اتصال مخرج ممكن نستقبل اتصال. نعم، إلى أن يجهز معنا أي اتصال ننوه للأخوة أنه سوف تقام الشعائر في أرض فدك الصغرى، في بالتحديد في مسجد المحسن الشهيد. هناك ضرب الزنجيل، وهناك المشي على الجمر، وهناك كلمة لسماحة الشيخ الحبيب، وأيضا كلمة خطاب على المنبر الحسيني لسماحة الشيخ الحبيب. أيضا معنا اتصال من زين العابدين من فرنسا، تفضل. زين العابدين، سلام عليكم. زين العابدين، سلام عليكم. انقطع الاتصال من زين العابدين من فرنسا، نأمل أن يعاود الاتصال بنا. نعم، سوف نحيي هذا اليوم إن شاء الله تعالى في أرض فدك الصغرى، في شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سوف نقيم هذه الشعائر الحسينية بإذن الله تعالى، وسننقل لكم ما نستطيع أن ننقله بإذن الله تعالى. هذا البث المباشر الفريد من نوعه لتغطية المسيرة الراجلة في ليوم 40 في العاصمة البريطانية لندن، التي تقريبا على مسار أو تعد ب30 كيلو مترا
نعم معنا أبو حسين من فرنسا. نعم شكرا. السلام عليكم أبو حسين. أبو حسين سلام عليكم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أجركم بمصاب أبي عبد الله الحسين والأربعينية من الحسين عليه السلام. عليه السلام. لعن الله أولا من ظلم محمد وآل محمد، أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة. نعم آمين. وكل من تعدى على محمد وآل محمد. أنا أبو حسين أصلي من الجزائر مقيم في فرنسا. نعم، هل أنت متشيع أبو حسين؟ نعم متشيع. نعم أخي الكريم متشيع ورافضي. أحسنتم، من متى تشيعتم أبو حسين؟ أنا تشيعت من حوالي 95. في سنة 96. نعم. نعم، كيف تشيعتم أبو حسين؟ ما هو يعني الدافع يعني الذي دفعكم؟ يعني التشيع يعني وكان سبب صهري من بلجيكا. نعم. كان يأتي عندي عندما كنت ساكن يعني أسكن في باريس، كان يأتي عندي كل خميس ويعني نعمل دعاء كميل. نعم. يعني من وقت تأثرت وقلت يعني كيف هذه أمة التي تدعي بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقالت وقتلت سبط محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت هذه ليس بأمة ولا خير أمة. فهذا كان هو سبب يعني تشيعي وتمسكي بمحمد وآل محمد. كما تعلمون نحن في المغرب العربي لم نكن نعرف أي شيء عن أهل البيت عليهم السلام. نعم. التاريخ الأموي يعني التاريخ الأموي هو كان منتشر في المغرب العربي خصوصا في المغرب والجزائر وتونس. نعم. لما تشيعتم أبو حسين هل كنت متشيع رافضي منذ بداية التشيع أم كنت بتريا؟ لا كنت أنا بتريا يعني لم أكن بتريا استغفر الله، ولكن أنا أول تشيعي يعني عندما تشيع كنت أنا عن عمر على البلطوك، يعني كنت ندخل البلطوك على الإنترنت، وكنت عندما أي غرفة نتصل بها عن عمر وأبو بكر وعائشة وحفصة يعني. نعم أحسنتم. يعني وعندما يعني منذ حوالي الآن عام سنتين أنا أتابع قناة فدك يعني صرت رافضيا 100% يعني ما ولا أخشى أحد إلى الله سبحانه وتعالى. أحسنتم. ما الذي أحسسته أضافته لك قناة فدك على تشيعك؟ يعني الآن أكتشف يعني أشوف يعني معلوماتي يعني زادت اكثر فاكثر من يعني منذ اشوف فدك وارى محاضره الشيخ الحبيب ومحاضرتكم الحمد لله، يعني الحقائق الان صارت يعني اكتشفها من جديد يعني من احسست انك تكتشف التشيع من جديد. نعم حقيقة يعني كنت أسمع إلى كثير من المحاضرات ولا أذكر أسماء المشايخ، ولكن كانت يعني للأسف كانت محاضرات يعني ما كانت روتينية، يعني ما كانت فيها واحد يعني إشعار يعني يعني كنت أنتظر أكثر فأكثر من بعض المشايخ أو السادات يعني كانوا يعني في الفضائيات، وعندما اكتشفت يعني فدك ويعني والحمد لله وفقني الله سبحانه وتعالى أن زرت إمام الرضا عليه السلام وزرت المرجع الشيرازي صادق الشيرازي، كنت فخورا جدا عندما زرته في شهر أبريل هذه السنة، وكان فخرا لي أن أكون جانب إمام وسيدي ومرجعي الشيرازي الصادق. نعم أحسنتم. أبو حسين أنت في فرنسا، نسألك أن تأتي إن شاء الله في المسيرة الراجلة للسنة القادمة في يوم الأربعين. إن شاء الله إن شاء الله. وأطلب منكم الدعاء وكل المتشيعين من المغرب العربي، وأخت وعندي أخت يعني أخت في الدين هي أم زينب من المغرب تتبرع وتعادت لي وجاءت زارتي من المغرب إلى فرنسا، وهي الآن قالت لي أن عن باي بارت سوف تتبرع كل شهر ب100 أورو. إن شاء الله إن شاء الله. نشكر لكم جهودكم وهذه الأيادي البيضاء لاستمرارية هذا الصوت. أحسنتم. إذا الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل مسلم في العالم وسوس في الخالق الذي لا يعرف الحق محمد وآل محمد، وأن يكتشفوا الحقائق ويعني ويفتحوا قلوبهم يعني قليلا
حتى يعرف اي حقيقه يعني مظلمه لمحمد وال محمد. يعني اول من ظلم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما نعرفون كتعرفون. يعني اول من ظلم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع اصحابه مع الجبت والطاغوت، هو اول من ظلم ثم ظلم اهل بيته. نعم، فعلينا أن نكتشف الحقائق حتى أنا لم أكن أعرف أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر قد ظلم في بين أصحابه، لم كن نعرف هذه المسائل إلا عن طريقكم والحمد لله. نعم صحيح صحيح. إذا نحن إن شاء الله نفتح لك أذرعنا لتأتينا بإذن الله تعالى في السنة القادمة أنت وأهلك بإذن الله تعالى كي تشارك في هذه المسيرة الراجلة من فرنسا بإذن الله تعالى، أنت وكل من معك حياكم الله وبياكم. أحسنت بحسين. نحن وزوجي يعني أنا عائلة يعني متشيعة وعندي أصهاري متشيعين في المغرب وفي بلجيكا وفي فرنسا، وعندي أصدقاء كثير وعندي أخت كثيرة كذلك هنا في مدينة في 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 تولوز كذلك أم ياسمين، لا تسألكم الدعاء إن شاء الله. وهي من أهل الدعاء وأنتم من أهل الدعاء ونحن نسألكم الدعاء أيضا، خصوصا الأخوة المتشيعين عندما يبدأون بالتشيع يكونون كمن ولدته أمه فتسقط جميع ذنوبه ويكون أقرب إلى الدعاء عند الله سبحانه وتعالى حيث أنه يكون صافيا مصفا نظيفا. نحن نسأل دائما المتشيعين نسألهم الدعاء بإذن الله تعالى. أحسنت بحسين نشكر لك. يعني أسألكم كذلك بالأخ الخلاف أن يكتبنا من مشايط الراجلين يعني في عندكم في لندن إن شاء الله، اكتبنا إن شاء الله كل لم يحضر معكم في هذه السنة إن شاء الله الأجر، وإن شاء الله فادعونا حتى نحضر معكم إن شاء الله في العام القادم إن شاء الله. بإذن الله تعالى سوف نعلن إن شاء الله في السنة القادمة عن المسيرة الراجلة وسنعد لها خير إعداد بإذن الله تعالى، والكل من الآن ندعوه من جميع أوروبا من يحب أن يتواجد في السنة القادمة لهذه المسيرة المباركة حبا لأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومحاكاة لمن يسيرون على هذا الخطى وهذا النهج في العراق جميعا إلى كربلاء المقدسة ومن جميع العالم بإذن الله تعالى، حتى نصل بالملايين البشرية من جميع أوروبا فنستطيع أن نشق طريقنا إلى كربلاء المقدسة بإذن الله تعالى. أحسنت بحسين. أخ كلامي هو أن ندائي للإخوان في الجزائر المتشيعين وغير المتشيعين خصوصا المتشيعين أن يتصلوا بكم حتى لأن كثير من بعض الناس يقول بأن هناك لا يوجد تشيع أو لا يوجد يعني الجزائريين متشيعين أو غير متشيع غير منتشر في الجزائر، فأقول لهم اتصلوا بالقنوات ولا تبخلوا وبذلوا أموالكم حتى أن نحن موجودين ونحن قادمون إن شاء الله لننصر هذا الدين، الدين محمد الأصيل بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد بإذن الله تعالى. ونحن لنا الأخوة الكثر ممن يتواصلون مع هذه القناة من الجزائر وعلى رأسهم الأستاذ شاعر أهل البيت الرافضي الأستاذ الحر محمد الإدريسي. نعم. دائما ما يكون معنا ونفتخر ونعتز به، وكذلك الأخ عاطف وكذلك كثر من الأخوة الجزائريين. أحسنت أبو حسين. بارك الله فيكم والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى محمد وبركاته ولا الأعداء إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. إلهي آمين. آمين. شكرا إذا نعم هؤلاء هذه الشخصيات كما ترون أعزائي هؤلاء الذين نعول عليهم اليوم المتشيعين الذين سيفتحون بإذن الله تعالى، وأنتم أيها الشيعة ابقوا في التقية المغلوطة هذه، ابقوا هكذا إلى أن تروا قد سلبتم البركة وسلبتم كل شيء والبساط ينسحب من تحت أرجلكم فيبدلكم الله بأناس آخرين حتى ينصروا إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا معنا اتصال مخرج أبو محمد من ألمانيا. أبو محمد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أبو محمد. ألو. ألو. ارفع لي الصوت مخرج شوي. السلام عليكم. عليكم السلام أبو محمد. الله يخليك إن شاء الله نعزيكم من مصاب أبو عبد الله. ولكم العزاء أعظم.
الله يخليك. أجمل ما في زيارة الأربعين هذا العام هو أن أبو بكر اللعين وعمر انداسوا بالقنادر مال الزوار. أحسنت. أي والله هذا فرح قلبي كثيرا. نعم هكذا الرافض يجب أن يستشعر. نعم أحسنت. إن شاء الله على الرغم من محاربتهم للرافضة بكل مكان حتى بمواقع التواصل الاجتماعي، لكن الحقيقة فرضت نفسها. الزوار أظهرهم البراءة بشكل واضح هاي السنة. أبو محمد بس تنزل أصوات التلفزيون لو سمحت. أي أنا ما فاتح التلفزيون بس جاي أتصل بك بالفايبر. ظاهر نعم مشكلة. المشكلة من تلفونك لأن في صدى صوتي يرجع، ولكن كلامك واضح. أكمل أبو محمد. أي والحمد لله والشكر أنهم حتى عملوا بالفيسبوك يعملون يقولون هاي صور مو حقيقية، هاي صور ما لعن أبو بكر يعملون فوتوشوب. هي حقيقة هم جايين يعملون فوتوشوب ويزورون الحقيقة. بس يزورون، أكو مثل هندي يقول الحقيقة كالزيت تطفو على السطح. الشعب العراقي شعب أصيل وراح إن شاء الله يلبس لباس الرافضة وإن شاء الله يتبرى من هاي الرموز الرموز الإسلامية الغير حقيقية، بإذن رموز الكفر إن شاء الله. وأحب أسلم له على الشيخ ياسر الحبيب كثير وإن شاء الله الله يحفظه، السلام ورحمة الله، وعلى الشيخ أحمد الموسوي وعلى الأخ عبد الله الخلاف رحمة الله على والديك، وتسلم الدعاء. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك، مع السلامة. نعم أيضا أبو محمد من ألمانيا، ندعوك في السنة القادمة بإذن الله تعالى. أنتم من المحرومين من زيارة أبي عبد الله الحسين في كربلاء أيها المغتربين بخصوص العراقيين، ندعوكم لأن تنضموا إلينا إن شاء الله في السنة القادمة للمسيرة الراجلة في العاصمة البريطانية لندن، حيث إن شاء الله سنعد لها إعدادا مسبقا، وتكون بإذن الله تعالى هذه المسيرة من تحرك الإعلام الغربي لكي يعترف بأن أبي عبد الله الحسين هو أضخم ما يشكل أضخم تجمع بشري لا فقط في كربلاء بل في العالم كله. نعم معنا اتصال أبو حسين من النجف، تفضل. سلام عليكم أبو حسين. ألو ألو. سلام عليكم أبو حسين، تفضل. نعم أبو حسين أسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مأجورين. أنا على الهواء. نعم أنت على الهواء. بارك الله بكم على هاي المسيرة الظافرة، وإن شاء الله نريد بالسنة المقبلة تدخل من البصرة وستجد يعني حواضن رافضية كثيرة، وستكون هي المسيرة القائدة، هي المسيرة هي الأم، وستتحول المسيرة كما تسمى بالغرب مسيرة من البصرة إلى كربلاء تسمى بالأفعى، وإن شاء الله ستتحول الأفعى الرافضية من البصرة إلى كربلاء بواسطة مسيرتكم هذه الجديدة التي أنشأها الشيخ ياسر الحبيب، وهي ستكون هي الأم القائدة للمسيرة العظمى الكبيرة المتجهة إلى كربلاء. إلهي آمين. الشكر. نتمنى أن نكون من يشرع إن شاء الله في تحريك العالم الغربي وجميع شيعة أمير المؤمنين لنتوجه بمسيرة راجلة إلى كربلاء إن شاء الله تعالى، رغما عن أنوف جميع السلطات لهذه الدول، ونمشي بإذن الله تعالى راجلين إلى كربلاء ولو مشينا أشهر لا بل سنين. نتمنى بإذن الله تعالى أن يكون هناك تجاوب من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء هذه الملايين البشرية، أن يصنعوا شيئا بعد الأربعين لكي يسلط الإعلام العالمي عليهم، كي كمثلا أن يكونون من الدابين والمدافعين عن الشيعة في المنطقة لرفع الظلم عنهم، وأن يتوجهوا
بإذن الله تعالى هذه الملايين إلى الحجاز لكي يضغطوا على هذه الحكومة إن لم ترضى ببناء البقيع مباشرة أو وترفع الحصار عن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الوهابية اقتحمنا عليهم تلك البلاد. نعم معنا اتصال مخرج. إذن نتمنى أن تكون معنا صور من المسيرة الراجلة لنغطي هذا الحدث العالمي الذي بإذن الله تعالى يكون لأول مرة في العاصمة البريطانية لندن برعاية هيئة خدام المهدي عليه السلام لكي نحاكي العالم الغربي ولكي ينضم إلينا جميع شيعة أمير المؤمنين في أوروبا في المستقبل القريب بإذن الله تعالى وننظم مسيرة ضخمة نذهب بها راجلين إلى كربلاء المقدسة بإذن الله تعالى. محمد من بغداد، السلام عليكم أخ محمد. نعم محمد السلام عليكم، تفضل أنت على الهواء. محمد السلام عليكم. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل عزيزي. بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أحدهم ولا قيام يوم الدين. أحب أن أكلك صورة من كربلاء المقدسة قبل ساعات أتيت من كربلاء المقدسة. الكل ينادي لبيك يا حسين. رغم أنه في الحاقدين والبكرية وبالأخص البترية. أحسنت. ونريد شعائر مظاهر البراءة أيضا أخي محمد. نعم نعم موجودة وحتى انسحقوا بالأقدام لكي نفرح قلب أبي عبد الله الحسين. إن شاء الله إن شاء الله. نعم ألو. نعم أسمعك أخ محمد. أيضاً ماذا يوجد عندكم في هذه المسيرات المليونية اليوم؟ نعم كل ينادي لبيك يا حسين يا لسارات الحسين رغم أنه في البترية والتكفيرية وإن شاء الله لعنة دامة على أبو بكر وعمر وعائشة ألا لعنة وكل من اتبعهم إلى قيام يوم الدين. إلهي آمين. نسألكم الدعاء وقلدناكم الدعاء والزيارة جميعكم الموجودين من يسمعنا ويتوجه إلى كربلاء المقدسة أنتم أصحاب الفضل تتفضلون علينا بهذا الدعاء والزيارة حيث تذكروننا عند سيدنا ومولانا الذي نشتاق إليه وتهفو له القلوب ونتمنى أن نذهب له حتى لو كنا راجلين أو زاحفين على الأيدي فقط يفتح لنا الطريق لكي نذهب ونتشرف بزيارته إن شاء الله. إن شاء الله محمد من زيارة الحسين وبالآخرة نعم بالآخرة شفاعة الحسين. نعم نشكرك أخ محمد من بغداد بإذن الله تعالى تظهرون مراسم البراءة في هذا الحشد المليوني بإذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين سوف إن شاء الله يكون جاهزا الإعداد لنقل البث المباشر من قلب الحدث هناك حيث المسيرة الراجلة ليوم الأربعين في العاصمة البريطانية لندن بإذن الله تعالى لنأخذ بعض المقابلات. شلون مخرج جاهز الصورة عندكم؟ نعم سوف تجهز الصورة قريبا لنأخذ مقابلات هناك للزائرين لنا من كل المناطق في بريطانيا لكي يشاركوا في هذه المسيرة الراجلة الأولى من نوعها على هذه المسافة البعيدة ويتقربون بهذه الخطوات لأبي عبد الله الحسين
ويشعرون بأنهم يؤدون جزءاً يسيراً أو بسيطاً من حقه ويواسون بهذه الخطوات سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام لكي تستقبلهم في أرضها هنا أرض فدك الصغرى حيث مسجد المحسن الشهيد أول مسجد شيعي في لندن مسجد الصبط الثالث المحسن الشهيد عليه السلام. نعم هذه المسيرة أعزائي تعتبر من إحدى المبادرات الجديدة التي لطالما عودتنا هيئة خدام المهدي عليه السلام بالمبادرات الجديدة والفريدة من نوعها التي لا تحصل وغالبا ما يكون هناك تأثير للعالم والشيعة في العالم لكي يقوموا أو يحذوا مثل هذا الحذو وسوف تكون لهم قدوة إن شاء الله لكي يبدأوا بالمسيرات الراجلة الطويلة في أوروبا إلى أن يصلوا عندنا بإذن الله تعالى. هنا تستقبلهم الزهراء سيدتي ومولاتي صلوات الله وسلامه عليها وروحي لتراب مقدمها الفداء بإذن الله تعالى. تكون هي المستقبلة لهم هذه الجموع الغفيرة التي سوف بإذن الله تعالى تكون أو في السنة القادمة بإذن الله يأتون من جميع أوروبا وجميع الدول الغربية. نعم هذه ترون هذه المسيرة الراجلة الآن من قلب العاصمة البريطانية لندن والجموع تسير بإذن الله تعالى ولكن دائما لضعف الإمكانيات يكون النقل متقطعا. نعم نعم افتح باب الاتصالات إذا أو لحظة خلينا نعرض هذه الفيديوهات مخرج فيديوهات أنا أريد أن أراويكم هذا النظام الخامنئي كيف يعسر على الإيرانيين الذين يريدون أن يجتازوا الحدود الإيرانية العراقية حتى ضجوا هؤلاء من هذه الطغمة الحاكمة الفاسدة التي تعطل الإجراءات على زوار أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه لكي تعذروننا عندما ننقم على هذه هذا النظام الفاسد بقيادة علي خامنئي المنتحل للتشيع والمنتحل للفقاهة حقيقة. كيف دولة لها هذا الشأن وهذه القوة وهذه السنين العديدة ما يقارب 40 سنة لا تستطيع تسهيل الأمور لزوار أبي عبد الله الحسين وكأنما هذا أمر جديد أو غريب. سوف تشاهدون كيف يقتحم هذا الشعب الإيراني هذه السياج وينط السور لكي يلتحق بالجماهير الغفيرة المتجهة إلى أبي عبد الله الحسين. نعم الفيديو الأول وراء مباشرة الفيديو الثاني خلينا نعلق عليه. نعم سوف يكون معنا الآن. نعم انظروا كيف أعزائي المشاهدين يعبرون السور الإيرانيون الذين أرادوا هم متشوقون وأجنهم حب الحسين عليه السلام فلم يعبهوا بهذه السلطة الطاغمة في إيران حتى عبروا السور وكسروا هذه السياج الشائكة التي وضعوها على السور لكي يزوروا سيدهم ومولاهم أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا كما رأيتم علماء إيران والعراق لكي ينبئكم بأن هذه هي الحدود. نعم وهذا الفيديو كيف كسروا بعد أن هذا الباب لكي تركض الجماهير كما ترون
لكي يدخلوا إلى العراق متلهفين لإمامهم أبي الأحرار سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هذه الطغمة الحاكمة في إيران لا تستطيع تسهيل الأمور، وحتى لو قلنا لم توقع هذا الزحف البشري لأن الحكومة العراقية قد سهلت على الفيزا للدخول إلى العراق من أجل، ولكن يجب أن تكون لها كما لها الخبرة في هذه الأسلحة والخبرة في كيف يواجهون الدول الاستكبار أمريكا وإسرائيل، لا يستطيعون تسهيل الأمر على زوار أبي عبد الله الحسين فيضيقون عليهم حتى ذاق بهم ذرعا هؤلاء الزوار المباركون، فكسروا هذه القيود وكسروا هذا الباب وتوجهوا مهرولين وراكضين نحو مولاهم وسيدهم أبي عبد الله الحسين، ولم يعبهوا بهذه السلطة التي سوف لا شك تحاسبهم عند رجوعهم، لأنهم دائما ما تعودنا من هذه السلطة الإيرانية الوقوف بوجه الشعائر الحسينية ومن أجل الانبطاح إلى المخالفين ومن أجل إرضائهم. هذه الجموع الغفيرة قد كسرت القيد وتوجهت لسيد الأحرار وتحرروا وكانوا ووضعوا الحسين قدوة لهم صلوات الله وسلامه عليه، سيد الأحرار أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكسروا هذا القيد وانطلقوا داخلا للعراق. أيضا انتهى الفيديو مخرج؟ نعم اللي بعده خلي الصوت مخرج خلي يسمعون الأخوة. مشكلة فنية ما نعم هذا الضابط العراقي للأسف مشكلة فنية لم يستطع المخرج أن يضع الصوت. لسمعتم كيف الضابط العراقي يترجى في الضابط الإيراني على الحدود لكي يسهل المعاملة قبل أن يكسروا الجماهير القيد والباب ليسهلوا هذا الذي يلبس البدلة والكرافيت أو النكتاي، هذا ضابط عراقي في الحدود العراقية يترجى الضابط الإيراني الذي يلبس الزي العسكري لكي يسهل الإجراءات لدخول الإيرانيين إلى العراق، حيث أن العراق قد سهلت الأمور ولا من تعقيدات لكي تستقبل زوار أبي عبد الله الحسين، إلا أن الضابط الإيراني يرفض ويعند إلى أن فارت هذه الجماهير وكسرت القيود ودخلت إلى العراق رغما عن أنف هذه السلطة الطاغمة سلطة خامنئي الذي ينتحل الفقاهة وينتحل المرجعية، وبإذن الله تعالى ندحره قريبا من التشيع هذا العرفاني صاحب العرفان الباطل. نعم هذا ما زال الضابط العراقي يحاول في الضابط الإيراني لكي يدخل، ولكن للأسف هناك خلل فني في الصوت لم نستطع أن نسمعكم ماذا يقول الضابط العراقي كيف يترجى هذا الضابط الإيراني لكي يسهلوا الأمور على زوار أبي عبد الله الحسين لدخولهم لأرض كربلاء المقدسة. نعم نعم كما رأيتم أحبتي إذا فتح لنا باب الاتصالات بعد إذا في اتصالات إلى أن تأتي الكاميرا من أرض الحدث المسيرة الراجلة. إذا أتت الصورة مخرج عرضها لنا افتح لنا باب الاتصالات خلي الناس تتصل تعبر عن دينها اليوم وعن حزنها وعن أساها وعن شجاها لأبي الأحرار سيد الشهداء وتعبر عن رأيها في هذه المسيرة النوعية والفريدة
من نوعها في العاصمة البريطانية لندن التي تحاكي الماشينة في لأبي الأحرار سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه في بريطانيا، تحاكي الراجلين والماشين من مسافات طويلة، حيث أنهم قد بدأوا من بعد صلاة الفجر في قلب العاصمة البريطانية لندن وبالتحديد من كينغزبري، توجهت هذه المسيرة إلى أن تأتي إلى أرض فدك الزهراء عليها السلام. نعم معنا اتصل. نعم معنا الأخت بشرى من البصرة. بشرى السلام عليكم. بشرى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أسأل عن أبا بكر. نعم أنت على الهواء. السلام عليكم. أنت على الهواء تفضلي. عليكم السلام. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي. السلام على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. أختي نصي على وعلى التلفزيون. وعلى أولاد الحسين. نعم أختي نصي على التلفزيون واسمعيني من الهاتف. السلام على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم ومعاوية ويزيد إلهي وشمر وعداء أهل بيت رسول الله. إلهي آمين. اللهم احفظ الشيخ الحبيب آمين. واحفظ قناة صوت العترة ونسألكم الدعاء وشكرا. وأنتم من أهل الدعاء ونحن نسألكم الدعاء أيضا ونقلدكم الدعاء وشكرا. والزيارة شكرا. دائما لا تنسونا من فضلكم. رحم الله والديك. أشكرك. حياك الله أختي بشرى من البصرة. هؤلاء الرافضة الشيعة الأحرار رافضة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي رفضوا الجبتة والطاغوت ورفضوا أن يكونوا أذلة تحت من حكموا بالحديد والنار والقوة وسلبوا حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نعم يوسف من العمارة. يوسف سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعز صاحب العصر والزمان بذكرى 40 الإمام الحسين، وإن شاء الله دائمين إحنا وسارين على نهج الإمام الحسين، ولا يهمونا داعش ولا أرهاب، وإن شاء الله كل عام يجدد هذا العزاء. إلهي آمين. يوسف كم عمرك أنت؟ أنا عمري 15 سنة. نعم أشبال يعني ما زلتم. شلون شو تسوون في أيام عاشوراء هذه في زيارة الأربعين؟ والله فتحنا قلوبنا وفتحنا بيوتنا لزوار الإمام الحسين، وإحنا كل هذا مقصرين مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أحسنت يوسف. رفعتم البراءة، شعارات البراءة إن شاء الله في كربلاء؟ إن شاء الله إن شاء الله. لعنتم أبو بكر وعمر وعائشة؟ اللهم لعن أبو بكر ولعن عثمان ولعن عمر ولعن كل من يكره الحسين. إلهي آمين. نريدكم أنتم الأشبال بإذن الله تعالى أن تتربون على هذا النهج ولا يضللكم أي أحد بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله دائما خليك متابع لنا. إن شاء الله. والله هم يديم قناة صوت العترة ويحفظ الشيخ الحبيب ويطول بعمره يا الله. إلهي آمين ويحفظكم ويطول بعمركم، وأنتوا الجيل بإذن الله تعالى الصاعد اللي راح يطلعنا من هذه التقية المغلوطة التي جثمت علينا منذ أن مسك هذا النظام الإيراني لانبطاحه وتسلط على الإعلام الشيعي، فروج لنا هذه التقية المغلوطة فجعلنا أذلاء في ديننا. بإذن الله أخ يوسف. بإذن الله. وما شاء الله طالعين وماكو بعد، ويمتد شعار شيعي من العراق إلى كافة دول العالم.
ان شاء الله. الهي امين، الهي امين. نتمنى عليك اخ يوسف ان دائما تذكرنا في لما تزور ابي عبد الله الحسين او تزور الائمه الاطهار باذن الله تعالى، ان تذكرنا في زياراتك ودعائك عزيزي ان شاء الله. والسنة مشينا من الميسان الكربلة، ان شاء الله السنة الجاية نوصل المشي المكة باذن الله تعالى. هذا المطلب وهذا المقصد باذن الله تعالى، ان ندخل فاتحين الوالد الانجاز. شلون؟ اقول لك ندحر الوالد الانجاز زوري. اله نعم نعم نعم، راح ندحر كل هؤلاء الانجاز النواصب باذن الله تعالى. احسنت اخ يوسف، احسنت حبيبي. لا سلام الله عليكم، شكرا. مع السلامه. مع السلامه. نعم، هؤلاء الأشبال الذين نريدهم ونعول عليهم، يعني الشيعة الكبار بعد يمكن ما منهم فائدة بعد مرة، يعني تشربوا هذه التقية المغلوطة فأصبحوا ممن يقولونهم موالين لأهل البيت ويحبونهم ويذهبون إليهم، ولكن بالأصل عندما تأتي البراءة إليهم يخنعون و يسقطون أرضا من الخوف والجبن، لأنهم تربوا على هذه التقية المغلوطة. ولكن الأمل في هذه الأجيال الصاعدة والمتشيعين أيضا الذين سوف يسحبون البساط من تحت أرجل الشيعة الحقيقيين الذين هم أصل شيعة من الأبي والأم والأجداد. نعم، معنا اتصال مخرج. نعم، معنا محمد من إيران. محمد السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا تفضل أخ محمد. الله يسعدك أخوي، شلونك أنت؟ حياك الله. عزيزي عندي سؤال. نعم. ردت إذا ماكو مشكلة عند هذا فرد واحد مكرم السامع بوال على غبي في قناة الوصال. ايه. يقول انه انا هذا ال المعذرة فرد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول ان الحسين سفينة النجاة. نعم. نص على التلفزيون. إن الحسين سفينة، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. نعم. لا تسمع من التلفزيون، اسمع من الهاتف فقط. أحسنت. نعم. أردت أن الشيخ ياسر الحبيب. إيه. ألو. إيه أسمعك، كمل. أردت أن الشيخ ياسر الحبيب أن الو اسمعك. ألو. اسمعك، انا اسمعك واضح. تفضل محمد كمل سؤالك، اردت شنو من الشيخ؟ اردت ان يظهر لنا هل هذا الحديث هو صحيح ام لا. شنو؟ ان الحسين سفينة النجاة؟ نعم 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 نعم، انا ادري ان هذا الحديث صحيح، لكن هذا الشيخ ملا زادة في قناة الوصال. نعم. يقول انه لا، يقول انه هذا الحديث ليس واردا في اي كتب من كتبهم. ليس. نعم. واردا في اي كتب من كتبهم، هل. نعم. هذا صحيح؟ ان شاء الله اطرح هذا السؤال على سماحة الشيخ لانه متبحر. نعم. اكثر في كتبهم وفقههم، واتوقع يعني انا بحد علمي ان موجود هذا الحديث في اصح كتب. نعم، هو هذا هو هذا هو هذا الحديث موجود، هو هذا الحديث موجود. نعم. لكن يقول انه ليس موجود فيها، ليس موجودا في اي كتب من كتب كذب هذا الافاق المنافق، وسوف نخرج له من كتبي ونضعها في عينه. نعم، يقولون انه ليس هكذا شيء في اي من كتبنا، وهم يفترون كذبا على الشيعة في قنواتهم هذه الصفا
والوصال وبعض قنواتهم. انا اشاهد هذه القناة فقط لارى كذبهم. نعم. ونريد ان نفضح كذبهم في الدنيا جميعا. نريد ان نعلن للعالم اجمع. نعم. نريد ان نعلن للعالم اجمع بان هؤلاء هم كذابون. احسنت احسنت. هؤلاء كذبة. وهذه قناتي الفتنة صفا ووصال أصحاب الفتنة الطائفية دائما ما يحرضون على شيعة أمير المؤمنين ويفرحون إذا ما أحد فجر في شيعة أمير المؤمنين ويستبشرون ويتعايدون. وأيضا يحرضون الإرهابيين وتكون قناة داعمة للإرهابيين ويحرضون الشباب على الالتحاق بالجماعات الإرهابية في سوريا وفي العراق وفي داعش وغير داعش. هؤلاء المقيتين سوف بإذن الله تعالى ندحرهم بإذن الله تعالى. هؤلاء لا يعرفون شيئا سوى التحريض الطائفي في قناتي الراقصتين صفا ووصال. أحسنت أخي محمد. أشكرك عزيزي وعد منون. أنا أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. ولكم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم. والسلام على الشيخ ياسر وجميع الكادر في هذه القناة المباركة. وأتمنى لكم أن أتمنى لكم إن شاء الله. أخي ألو. وعليكم نعم أسمعك. أتمنى لكم الفوز إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخ محمد من إيران، نتمنى بإذن الله تعالى أن تكون لنا الموفقية في هذا الخط وهذا النهج البرائي، وننشر هذا النور في العالم كله، ونعرف العالم كله الدين المحمدي الأصيل، دين أهل بيته الطيبين الطاهرين الذي ليس فيه ذبح ونحر وانتقام وما إلى ذلك وتفجير ومفخخات. هذا دين الوهابية ودين الملاعين أبي بكر وعمر وعائشة عليهم لعائن الله. نعم، معنا اتصال. معنا حسن من عمان أعتقد، إذا كان الأخ حسن الزعابي. السلام عليكم. عليكم السلام. أخ حسن، حسن الزعابي؟ لا لا، حسن علي. نعم، تمنينا أن أكون أيضا الأخ حسن الزعابي حبيبنا المتشيع من عمان. نعم تفضل أخي حسن. زاد فضلك يا أخي، بس حبيت أستفسر من الحبيب الشيخ حبيب. نعم ارفع لي الصوت شوي مخرج ما اسمع. اقول حبيت استفسر من الشيخ حبيب ما عليك امر. حبيت ايش؟ استفسر، عندي سؤال الحبيب الشيخ حبيب. نعم الشيخ الحبيب موجود على في المسيرة الراجلة التي تمشي مشيا للحسين سلام الله عليه، ليس موجودا في الاستوديو. زين اخي، بس حبيت اقول له اخت الشيخ حبيب وين قاعد هسه؟ اخت الشيخ حبيب هل هي تنيج اي فندق؟ نعم سكر مخرج، هذا واحد لعوب، فكرت أنا شبهته بإنسان شريف وهو الأستاذ حسن الزعابي من عمان، توقعت الاتصال منه، لكن هؤلاء أبناء عائشة، هذا منطقهم فقط الشتم والسب واللعن. نعم إذا كان عندنا اتصال آخر. نعم ما جت الصورة مخرج من موقع الحدث. نتمنى على الأخوة إذا تتواصلون مع الأخ عبد الله الخلاف أيضا ليواكب معنا هذا الحدث بإذن الله تعالى. نعتذر أنا أخواني، أعتذر لأن أصبح لي منذ الساعة 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش أبث إلى الآن، ف يعني أعتذر أني بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم أعزائي المشاهدين، معكم مستمرين لتغطية هذا الحدث الفريد من نوعه، وهي المسيرة الراجلة إلى في العاصمة البريطانية لندن، التي أطلقتها هيئة خدام المهدي عليه السلام، متمنية على الله بأن تكون هذه المسيرة بإذن الله تعالى في الأعوام القادمة مليونية، تتجه من أوروبا إلى كربلاء المقدسة بإذن الله تعالى مشيا على الأقدام. ننتظر إذا كان هناك أي أحداث ينقلها لنا الأخ زميلنا عبد الله الخلاف من موقع الحدث، مراسل قناتي فدك وصوت العترة من موقع الحدث، بإذن الله تعالى تكون عندهم الإمكانية. نعم أصبح معنا الأخ عبد الله الخلاف، نسأله ما هي آخر الأحداثيات عنده. السلام عليكم أخي جمال. عليكم السلام ورحمة الله، ما هي الأحداثيات؟ الله يعطيك العافية ومأجور إن شاء الله، ندري من الصباح الباكر أنت في بث مباشر، الله يعطيك العافية. الله يعافيك حبيب. إحنا قربنا إن شاء الله، ما بقى شيء، الظاهر يعني أقل من ساعة ونص كذي نوصل، ساعة ونص أقل من ستة خمسة مايل يمكن، يعني أكثر من ثلاث أرباع المسافة خلصت وهانت إن شاء الله. شوية يعني ما نقول تملك بعض الأخوة، خاصة الأخوات السعب، اللي سعب صعد في السيارة اللي الخدمات اللي خصصناها لراحة المشاية، ولكن معنويات مرتفعة والمسافة كل ما تقرب الخطوات تزيد، هم تزيد بعد. احنا في إطار إصلاح خلل في البث المباشر في الكاميرا في جهاز البث حتى نقدر نعطيكم صورة عن قرب. نعم الحمد لله. انتوا في أي منطقة عبد الله؟ شو المنطقة هذه محمد؟ يعني احنا وصلتوا دينهام؟ يعني أتوقع قريب من دينهام صح؟ قريب من دينهام. إيه نعم احنا قريب من دينهام إن شاء الله. نعم. هاي هارتفيلد قريب من ديرنا بشوي. إيه. نعم. يعني ما المسافة بسيطة إن شاء الله، خمسة مايل وساعة ونص إن شاء الله نكون في أرض فدك الصغرى إن شاء الله لإكمال باقي شعائر الإمام الحسين عليه السلام، و نعم ندي بعض إن شاء الله مواساة لأهل البيت سلام الله عليهم. نعم الأخوة لا زالوا في حاملين الرايات متوجهين، خفت النداءات شوية بسبب التعب ما شاء الله من السبعة ونص. الحين كم الساعة عندك محمد جواد؟ اثنين ونص. يعني كم ساعة كنا نمشي؟ تقريبا سبع ساعات. سبع ساعات استرحنا تقريبا للصلاة بحدود النصف ساعة. نعم. نصف ساعة تقريبا أو 45 دقيقة، يعني زين سبع ساعات مشي لا بس، هذا يمكن أقل من العشر بالنسبة للمشاية الحقيقيين الذين يذهبون للإمام الحسين سلام الله عليه سيرا، بعضهم من دول أخرى، يعني في بعضهم البحرين، يأتي عن طريق الكويت ويأتي من صفوان إلى البصرة إلى مناطق الجنوب إلى كربلاء، في بعضهم يأتي من النجف، في بعضهم يأتي من بغداد، في بعضهم يأتي من المحافظات الشمالية العراقية. هذه كلها المشية اللي مشيناها ما تجي مع عشر اللي يمشون المشاية جزاهم الله خير، اللي بوقفتهم هذه أحيوا شعار الإمام الحسين سلام الله عليهم سلام الله عليه، اللي كل يوم يطلع لنا صوت ناهق يحارب هذه الشعار. تارة يطلع لك واحد يقول لا الحريم لا تطلع، الحريم تقعد في بيوتها. يوم الثاني يطلع واحد يقول لا الشموع لا تعلقوا الشموع، الشموع مو زينة تضر بالصحة. يوم واحد يطلع لك يتكلم على بعض
الأعمال اللي يقوم فيها الأخوة خدمت زوار الإمام الحسين من إذلال أنفسهم للزائر كالتواضع لتقديم بركة الإمام الحسين. هذه الزائر مهما فعل هؤلاء المدعين التشيع اللي يعتمرون اليونيفورم الملابس الشيعية ملابس العمل، تعرف الواحد لما يشتغل في سلك الشرطة يلبس ملابس العسكرية، إذا يشتغل في الطب يلبس ملابس الطبيب، هذا لأن العمل ماله يقتضي أنه يلبس الجبة والعمامة والعباية ويطلع ويتكلم والناس تصدقه. إحنا بفضل هذه القناة الحمد لله قدرنا نميز القس من السمين، وعرفنا الناس أنه مو كل واحد تأخذه من عند الدين، في بعض الناس يهلكونكم بأفكارهم الضالة المضلة. هذه الشعار اللي حاول يحاربها أعداء الدين بسبب آخر من عميد المنكر اللي طلع وقال حارب حتى التشابيه ولا التطبير، لما يقول واحد راكب لي حمارة حصانة بعيرة، واللي يقول أنا ودي أدفن اللي يطبرون بالبواليع يدفنهم بالبواليع حضرته. ليش؟ شو مسوي لك تدفنهم بالبواليع؟ يعني عاج آخر شيء يقولهم يعني عاج. طلع كل واحد يؤمن بالتطبير من مراجع من فقهاء من مجتهدين من مثقفين كلهم نعاج عند حضرته. على العموم هذه الشعار حاربها على مدى التاريخ، كل فترة يطلع لنا واحد ناهر، يطلع لنا واحد يتكلم، يطلع لنا واحد يحاول يوم باسم تهذيب الشعار، يوم تشذيب الشعار، يوم تنحيف الشعار، ولكن تبقى الشعار شامخة وهي الأساس لتبقى ذكرى الإمام الحسين سلام الله عليه خالدة مدى الدهر. احنا الان ان شاء الله في مدينه دينهام، وصلنا مدينه دينهام زين، هذه قدامي انا على الخريطه، احنا نعم. في مدينه دينهام، دينهام اللي هي قبل ال دينهام ثم تذهبون الى جيراردز كروس. نعم. جيراردز كروس دينهام جيراردز كروس فولمر، ثم قريه فولمر التي المبتغى باذن الله ان شاء الله. وهذه دينهام صايرة قسمين، قسم يتبع إلى محافظة لندن أو مدينة لندن، وقسم الثاني يتبع إلى بيركشاير. فإحنا الحين في القسم اللندني وما بقى شيء إن شاء الله، هانت يعني. أنا هذا المشي اللي الحين بقى كنت أمشي من بيتنا، كان بيتنا يبعد عن نفس هذه المسافة بالضبط، كنت أمشي أذهب إلى أرض فدك الصغرى للدوام لما كنت أداوم، كنت أقطع هذه المسافة بالضبط. فهذه المسافة أنا متعود على قطعها، مسافة بسيطة ساعة أقل من ساعة وأربعين دقيقة نوصل، كنت أمشي. وهم إحنا ما قاعد ناخذ الطرق الرئيسية، ما قاعد نمشي في الطرق الرئيسية، قاعد نمشي في الطرق الفرعية، لأن الطرق الفرعية دائما يكون فيها ممشى للمارة، أما الطرق الرئيسية تلقاها مخصصة للمركبات والسيارات، فما تلاقي فيها مكان واسع للمشي، فدائما تلاقينا نختار الطرق الفرعية تكون الطرق الفرعية آمن أصلا، حتى الضغط عليها يكون أخف وحتى السيارات ما تمشي في سرعة عالية. على العموم الحمد لله ما بقى شيء، وأشوف أنا الوثيرة نفسها رجعت قوية زين. ما في أمل أخي عبد الله من أن الكاميرا والله لا اتصلنا حتى على الشركة اللي قاعد تبث لنا، لأن أعتقد الخلل من الشركة نفسها، تبث الشركة اللي تبث لنا، خلينا الحين الأجهزة اللي عندنا شغالة ما فيها مشكلة. اتصلت على الشركة محمد، اتصل على الشركة لحد الآن ما جاوبوه،
زي. على العموم ان شاء الله اذا نقدر نجري مقابله مع الشيخ الحبيب عبر التليفون. عبر التليفون احنا، لان على فكره احنا معاكم اخر المسيره وسمعت الشيخ في اول المسيره. ان شاء الله خلال ساعتين انا اشوف اذا في مجال. اذا قدرت تنسخ لنا عبد الله لو كلمه بسيطه يعني للشيخ ناخذها، لان الجماهير وعندكم ابو محمد من المانيا يسلم عليكم سلام كثير. هو على العموم ان شاء الله راح يكون كلمه لسماحه الشيخ بهذه المناسبه، اول ما نوصل راح يتكلم سماحه الشيخ وراح يكون هناك عزاء راح يشاركنا سماحه الشيخ في هذا. نعم، ولكن كما تعرف نحن دائما نطمع في الكثير من سماحه الشيخ، فاذا امكن اذا حصلناه مقابلة، إذا ضبطت الكاميرا وإذا ما ضبطت عبر الهاتف، وإلا نضطر أن ننتظر إلى أن يصل ليلقي كلمته علينا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أيضا أعزائي المشاهدين، ما زالت المسيرة مستمرة، هذه المسيرة الراجلة اليوم 40 في العاصمة البريطانية لندن، رغم التحديات في الطرقات أحيانا كما تفضل الأخ عبد الله أن بعض الطرقات تكون صعودا، تأخذ صعودا كجبل أو ما أشبه ثم نزولا، أحيانا بعض الطرقات تكون هناك فيها وحل أو طين أو بقع ماء من المطر في للبارحة أو اليوم السابق كانت هناك أمطار غزيرة، ولكن بحمد الله تعالى هذا اليوم شهدنا أن على مد البصر لا ترى غيوما، وهذه نادرا ما تحصل في لندن خصوصا في هذا الفصل، فصل الشتاء الآن، ولكن بحمد الله ورعايته وببركة أبي عبد الله الحسين تسهلت أمور الجو للأخوة السائرين في هذه المسيرة الراجلة التي تحاكي السائرين في العراق الذاهبين إلى كربلاء المقدسة. بإذن الله تعالى نكون قد أدينا جزءا يسيرا من حق أبي عبد الله الحسين بهذا العمل البسيط، نتقرب إلى الله تعالى وإلى أبي عبد الله الحسين كي يتشفع لنا عند الله تعالى ونقدمه بين يدي حاجاتنا بإذن الله تعالى. هذا الوجيه سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين بحقه وبحق من مات من قتل معه شهيدا، أولاده وأصحابه وخيرته، تقضى حوائجنا بإذن الله تعالى وتفرج همومنا جميعنا بإذن الله تعالى، وأيضا من يتابعنا في هذا في هذه التغطية والبث المباشر أن يعطى له من هذا الثواب العظيم الذين يبذلون يسعون له الأخوة السائرين في هذه المسيرة الراجلة. فإذا تفضل الأخ عبد الله علينا بأن يحصل لنا على مقابلة مع سماحة الشيخ أو أحد الأخوة السائرين فنحن بالانتظار له، وأيضا مخرج إذا في عندنا اتصالات ممكن تدخل علينا اتصالات أيضا. نعم، نتمنى لهم أن يصلوا سالمين غانمين بإذن الله تعالى إلى مقصدهم أرض فدك الزهراء، فدك الصغرى، تستقبلهم الزهراء سلام الله عليها في هذا اليوم يوم 40، حيث يندبون أبي عبد الله الحسين ويعزونها بإذن الله تعالى هنا، ويقيمون الشعائر ويلطمون ويضربون بالزنجيل، وأيضا هناك السير على الجمر، وهذا عادة ما نصنعه في اليوم العاشر، ولكن الحاح الأخوة القاصدين لأرض الزهراء سلام الله عليها في هذا اليوم ألحوا لكي يقيموا هذه الشعيرة، ولا نستطيع أن نقف في وجه شعيرة من شعائر أبي عبد الله الحسين، فلا يكون لنا إلا أن نلبي هذه الدعوة بإذن الله تعالى. نعم، معنا اتصال ظاهر من النجف، سلام عليكم.
ظاهر من النجف. سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام. كيف صحتكم وغاتي؟ حياك الله حبيبي. أجركم الله إن شاء الله بأربعينية الإمام الحسين. الله آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. عظم الله لك الأجر أخ ظاهر. عظم الله لنا ولكم الأجر. نعم تفضل نسمعك. مرتاحين إن شاء الله. بسماع صوتكم وبهذه المظاهر الحسينية إن شاء الله ترتاح قلوبنا. إن شاء الله في السلامة للمشايخ اللي في لندن مع الشيخ الحبيب. الله يسلمك. ندعو لهم إن شاء الله بخير والسلامة ونعظم لهم الأجر إن شاء الله. إلهي آمين. بهذا المصاب الجلي. نعم نعم. نعم ونحن دائما ندعو أيضا. ولكن إليك التعليق على هذا الاتصال من عمان. نعم. الاسم حسن اللي هو ما يتساءل هذا الاسم. هذا هؤلاء ابناء عائشه بعد اخوي ظاهر عوفه. ابناء عائشه هاي تعودنا عليهم. نعم. نعم لا تسمع من التلفاز اخ ظاهر، اسمعني من الهاتف فقط. لا لا. ان شاء الله ان شاء الله، ولكن احنا نقول الاناء ينضح بما فيه. صحيح. هم يشوفون ارواحهم هيجي فيصورون العالم كله مثلهم. نعم، احنا نحب اهل هذه الطائفة البكرية ليروا ابنائهم كيف هم وقحين والفاظهم بذيئة، فليعلموا ان هؤلاء من يمثلونهم، والا فليتصل علينا اخ بكري محترم يقول ان هؤلاء لا يمثلونهم. نعم. ان شاء الله ان شاء الله يصلون بالسلامة، وهم اجرهم اجر المشايخ اللي عندنا بالعراق اللي بتصل الى كربلاء. إلهي آمين نتمنى ذلك. نعم الحمد لله والشكر وتحياتنا وإلكم السلامة وإلهم إن شاء الله وندعي لهم إن شاء الله بخير وسلام. نعم تحياتنا في أمان الله. تحياتنا لك حياك الله عزيزي أخ ظاهر من النجف الأشرف. نعم هذه المشاعر الطيبة للأخوة في سائر وكافة البلدان العربية وخاصة في العراق، حيث يقدرون من يسعى لأبي عبد الله الحسين في أي منطقة وفي أي بلد كان، وأي مظهر من مظاهر أي شعيرة يظهرها حزنا وتأسيا بهذا المصاب الجلل الذي وقع علينا، وحزنا على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نعم إذن نتمنى أن تصلح هذه الكاميرا أو البث المباشر الموجود مع الأخوة في قلب الحدث، حيث المسيرة الراجلة ليوم الأربعين التي انطلقت من العاصمة البريطانية لندن من منطقة كينغزبيري، وننتظرهم بكل شوق وعلى أحر من الجمر لكي نقيم أيضا الشعائر الحسينية هنا في أرض فدك الصغرى، أرض الزهراء سلام الله عليها، حيث مسجد ابنها الصبط الثالث المحسن الشهيد، أول مسجد شيعي في لندن، حيث كما تعلمون أعزائي توجد عشرات بل ما يقارب المئات المساجد البكرية في لندن، ولكن لا يوجد مسجد شيعي، إنما هي مراكز، توجد مراكز فقط كحسينيات. نعم الحسينيات منتشرة، ولكن مسجد يصدح بأشهد أن أمير المؤمنين عليا وفاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين بالحق حجج الله صلوات الله وسلامه عليهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم، لا يوجد سوى هذا المسجد المبارك، مسجد المحسن الشهيد عليه السلام. أيضا نتمنى السلامة للأخوة الزائرين في كربلاء المقدسة، حفظهم الله ورعاهم من كيد الشررة الفجرة
الإرهابيين من الطائفة البكرية الذين شوهوا الإسلام، دين الإسلام عند الغربيين وعند الكفار، وشوهوا حيث عندهم كثير من أهل طائفتهم ممن ألحد وممن اعتنق النصرانية لأن رأى هذا الدين الدموي عندهم، وهذه الأحاديث المخزية التي ترويها عائشة لعنة الله عليها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن كان رسول الله يريد أن يلقي نفسه من شاهق عندما أتاه الوحي وهو يعتقده جان من الجن ويعتقد نفسه مسحورا، كما ادعت هذه الفاجرة العاهرة الفاحشة عائشة لعنة الله عليها، وادعى هؤلاء الكذبة أمثال أنس بن مالك وأبو هريرة لعنة الله عليهم بالأحاديث الباطلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو تأملوا أصحاب الطائفة البكرية فقط في أصح ما يؤمنون به ككتبهم، كتب صحيح مسلم وصحيح البخاري، فقط قرأوهم لوجدوا هناك الكثير من التناقضات، ولوجدوا فجور من يتبعون مثل أبي بكر وعمر وعائشة لعنة الله عليهم. نعم مخرج، إذا كان عندنا مخرج رجعت، إذا كان عندنا اتصالات ممكن نستقبل، وإذا وجد البث المباشر من الأخوة أيضا ضع لنا الصورة. نعم، نحن نريد أن نقول للبكريين أننا لا نتكلم عبثا من عندنا. أنا مجهز لكم، جاهز دائما لكم، بس نحن أردنا في هذه التغطية المباشرة لأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه المسيرة الراجلة، ولكن بما أن قد تعاطى معنا بعض أصحاب قليلين الخلق من الطائفة البكرية نريد أن نشنف أسماعهم بهذه الأحاديث التي يروونها في أصح كتبهم من ظلمهم للزهراء سلام الله عليها وما إلى ذلك. هذا الصحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو منقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث رقم 3510 يقول: حدثنا أبو الوليد حدثنا ابن عينة عن عمرو ابن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله، من عندي طبعا هم ما يقولون، صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي بضعة منه، فمن أغضبها فقد أغضبه، وأن كما تعلمون أن غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم هو غضب الله مباشرة. نعم، معنا اتصال سوف نكمل لكم لنقول لكم من الذي أغضب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وسلامه عليه. عندنا أم مريم، أم مريم من ألمانيا. السلام عليكم. عليكم السلام أم مريم، تفضلي. أول شيء أرد على هذا اللي من الخليج اللي ما تشكر على الشيخ الحبيب، وأرد أقول له يعني شين أرعن هذا، واحد أرعن وسخيف وتافه، شي لك بهالكلام هذا؟ شي لك بهالكلام هذا؟ شي جيبك انت وشي وصلك للشيخ الحبيب؟ الوسخ ترابحي دائما ما توصل له. هذا الشاب اللي بادل حياته كليته في سبيل اهل البيت وفي سبيل مظلوميتهم وفي سبيل احقاق حقهم، هذا المخلص الوفي لهم، تجي انت واحد تافه سخيف ما ادري مين من مين تحكي لك الحكايه التافه من طيح الله حظك؟ ارد اقول له هيجي. والشيء الثاني أريد أقول لكم عظم الله أجوركم في مصاب أبا عبد الله أجورنا وأجورك،
طبعا المسيرة اللي سويتوها أني أبارك لكم بيها، يعني هاي فت خطوة شفتها كلش جيدة، ويا ريت إحنا اللي بأوروبا نقدر همين يعني يعني أكو جهود إنه تصير مثل هذه المسيرة، أو مثلا نتفق إحنا اللي بأوروبا كليتنا إن شاء الله على السنة الجاية، يعني إحنا اللي مسجلين بالمؤتمر الرافضي مثلا، نعم. مثلا يصير بيناتنا اتصالات ونتفق على مكان بأي دولة، يعني نتجمع وطيارة عراقية تأخذنا تودينا الكربلاء إن شاء الله، يعني لازم نعم بإذن الله تعالى إن شاء الله يعني في السنة القادمة أم مريم الله. بعد تأتون إلينا، مقصدكم أرض فدك الصغرى إلى أن تفتح لنا العراق، لأن ليس جميعنا يستطيع الذهاب إلى العراق كما تعلمين. إن شاء الله بإذن الله السنة القادمة تعملون حسابكم بأن تتوجهون إلى أرض فدك الزهراء هنا في العاصمة البريطانية لندن، وتستقبلكم الزهراء بإذن الله تعالى. إن شاء الله. لا أنا يعني قصدي روح كلنا الكربلة. إيه هاي لو أصبحنا ملايين نذهب إلى كربلاء إن شاء الله مشيا على الأقدام. إن شاء الله من الدول إن شاء الله يقدرنا ونسوي هاي الخطوة. والشيء الثاني أنا اللي شيء اللي يعني اللي هسه يعني كلش عجبني بهاي ال بهاي الخطوة اللي يعني اللي سوتها سويتوها أنتوا بلندن، إنه خلي العالم دول الناس الأوروبيين اللي يعني يرتعبون من اسم الإسلام هسه بالوقت الحاضر، إنه حتى يفرقون حتى يسألون مثلًا يشوفون هاي التجمعات يقولون شنو هاي، فإحنا نوضح لهم نقول لهم إحنا الشيعة إحنا الإسلام، ونبين لهم إحنا إحنا الإسلام والإسلام شنو، وهذول الدواعش هذول ربهم داعشي يلبس قبقاب وينزل وشاب أمره، نبيهم داعشي، أمهم عائشة داعشية أو هي اللي أوجدت الدواعش، أول داعشية بعصر الإسلام، ونخليهم خلي يعرفوهم ذولا شنهم، وذولا ينفضحون على حقيقتهم، هذول النواصب اللي يكرهون أصلا حتى الرسول وأترته، مو بس أهل البيت، حتى للرسول يكرهوه، وقاعدين مجدين عمر وأبو بكر وعائشة، هم ذولا دينهم، هذا دينهم، احنا ديننا الإسلام، ونوضح لهم طبعا أني الحمد لله والشكر لسه هاي مال يعني رب ضارة نافعة، هاي شغلة الدواعش مثل هنا هسه بألمانيا تثير يعني تساؤلات الناس، فأي ألماني أو ألمانية يشوفوني يقولوا لي شنو هاي، فرأسا أقول لهم هذول الدواعش هذول هو هذا دينهم، ذولا السنة هذا دينهم، اللي يسمون نفسهم أهل السنة هذا دينهم، والدين الصحيح الإسلام هو الشيعة وفقط، وأبدي أشرح لهم شنو الشيعة، منو إحنا مذهبنا، إحنا اللي عترة رسول الله وأهل بيته متمسكين بيهم، نأخذ ديننا ومذهبنا وتفسير القرآن منهم، وإحنا الناس المسالمين، إحنا اللي نتقبل الآخر، إحنا اللي قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اللي قال إن لم يكن أخاك في الدين فهو أخاك في الخلق، إحنا ما نرفض الآخر، إحنا يعني ديننا إنه نوضح نور ديننا شنو، وشنو هو الإسلام، وشنو مذهبنا، وشنو مبدأنا، وشنو هو الإسلام. نعم مريم إحنا ما عندنا مذهب، إحنا عندنا الدين، أهلاً وسهلاً، دين الإسلام. نعم إحنا ما نحاربه ولا نقاتله ولا نأذي، يظل هو نظل نحترمه على قدر انه يعني قدر الموجود من الاحترام يكون بيننا وبينه، ما نرفض الاخر، ما نأذي الاخر، واحنا يعني هاي مبادئنا وهذا مذهبنا، وذول اللي يذبحون ويقتلون يعني ذول اللي قمع مذهب القمع ودين القمع هو هذا دينهم، ذول الدواعش من اول ما تكون الاسلام لحد الان هم دمويين، وهم قتلة وهم مجرمين وهم سفكوا الدماء وهم قتلوا، هاي عائشة 30,000 مسلم قتلت بحرب الجمل، ليش؟ هذا عمر وأبو بكر، حتى أبو بكر من استلم الخلافة
كل من قال له هذا مالك بن نويرة رضي الله عنه، لأن قال له ما أدفع لك الفلوس يعني الضريبة بذاك الزمان، أدفعها يعني كان قصد الأمير المؤمنين الإمام علي، لأن هو اللي أوكل رسول الله الخلافة من بعده، قطعوا راسه وخلى راسه هذا خالد بن الوليد وطبخ عليه. هذا هم دولة مو نفس الشيء يعيدوا هالدواعش هذه، مو نعم. يعيد نفسه، مو هم هذول نفسهم. فخلي الناس اني اشوف انه هاي المظاهر من تصير وتجمعات وناس تطلع وشايله اعلام، هاي تثير التساؤلات، تساؤلات الاوروبيين، والاوروبيين عندهم احنا بالالماني نقول نويجيرش، يعني عندهم فضول، فضوليين يريدون يعرفون. فمن يسالون شنو هاي على مود نبدي نوضح شنو الاسلام، ونقول يعني نوضح انه الاسلام بهاي النظافه بهاي نعم الطهارة. احسنتي ام مريم، نتبعها أحسن. مو بهاي الوحشيه والهمجيه والقتل ورفض الاخر، هذا مو الاسلام. هذا هذول ناس يسمون بالاسلام بس الاسلام منهم براء، هذول قذارة، هذول هم احسنتي ام مريم، احسنتي فعلا. هذا ما قمنا به اليوم في هذه المسيرة الراجلة، حيث وزع الورود والأطعمة على الجالية الغربية او الجالية الإنجليزية الموجودة في العاصمة البريطانية لندن، وقد رحبوا بهذا، وهناك المطويات التي تعرفهم من نحن ومن نكون وما هو ديننا والفرق بيننا وبين البكرية الذين يتبعون للنحر والذبح والتفجير والقتل واضطهاد الآخر والعنصرية وما إلى ذلك. نعم طبعا أنا لهذا السبب أقول يا يعني بكل دولة أوروبية يصير مثل هاي المظاهر، يا ريت حتى الناس تستفاد، يعني حتى يعرفون، لأن هسه أكو خوف الأوروبيين خصوصا إحنا بألمانيا، والله العظيم الناس ترتعب من يشوفون مرة محجبة، من يشوفون واحد يقول أنا مسلم، يعني حتى هاي هالفكرة ذولا اللي وسخوا اسم الإسلام، وهاي الخوف اللي صار بقلوب العالم حتى يعرفون انه يجي لي كل شيء يبين الحق. احنا الحق ذولا الباطل ذولا مو اسلام، هذول ناس احنا براء منهم والاسلام براء منهم، ومحمد عليه الصلاه والسلام وأترته الطيبه الطاهره كلهم بريين من هذول القاذورات، هذول اللي اساءوا للاسلام، اللي اساءوا للفكر الاسلامي، الفكر النير، النور للامه كليتها. نعم. يعني للكائنات كلها مو بس للاسلام. نعم. وليتبع الاسلام بحذافيره حسب ما جاء بالسنه رسول الله وآل بيته وعترته الطاهره، هو هذا الحق وهو هذا الخلاص. يعني نعم بإذن الله نبين لهم. أحسنتي أختي أم مريم من ألمانيا، نعتذر منك لأن نريد أن ننقل هذا الحدث الآن للمسيرة البريطانية في العاصمة لندن، ننقلها. أحسنتي أم مريم. المحاكم نعم مريم تسمعينني؟ أم مريم العلاقات بين الناس، النظام، مريم تسمعينني؟ النظام السياسي كل ماشي على سيرة رسول الله. ألو والمبادئ الجابها رسول الله. مريم ها عيني تسمعينني؟ نعم أحسنتي، عادت لنا الصورة من المسيرة، نريد أن ننقل هذا أوكي. البث المباشر أوكي. أحسنتي على هذا الكلام الطيب. إن شاء الله يا ربي مزيد من النجاحات ومن التوفيق، ويوفقكم الله وسلامي عليكم كلكم من الشيخ الحبيب إلى أصغر طفل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخير والنجاح إن شاء الله يا ربي، يا وإن رب. شاء الله أجركم أبد ما يضيع إن شاء الله. إلهي آمين. مع السلامة حبيبي. عليكم مع السلام ورحمة الله وبركاته. مخرج أنا شفت أن الصورة عادت من موقع الحدث، شلون الوضع عندك؟ مخرج نعم أي شفتك عادت الصورة، شلون الوضع؟ نعم زين. إلى أن تعود لنا الصورة من جديد،
من موقع الحدث لهذه المسيرة، نكمل مع البكرية لنريهم ما هو ماذا يوجد في كتبهم، ودائما نحن الذين نعلمهم ماذا في كتبهم، لأن هم لا يعرفون شيئا في الدين أصلا، في دينهم البكري لا يفقهون شيئا، ونحن نتعلم كتبهم ودينهم أكثر من ما يتعلمون هم. نعم، هذه المسيرة قد عادت الآن، هذه الانطلاقة من العاصمة البريطانية لندن، أو قلب العاصمة البريطانية لندن، انطلقت لتأتينا، ولكن نحن نراهم واقفون الآن، نعم لا يتحركون، لا نعلم. هل ممكن تخلي معانا الأخ عبد الله؟ نعم الآن الصورة ذهبت الصورة. نعم، هذه الصورة قد أتت لنرى، نعم هذه الجموع التي تجمعت على حب الحسين صلوات الله وسلامه عليه من شتى الأماكن، لكي يسيروا مسافة ما يقارب 30 كيلومترا لأن يصل لمبتغاهم أن يصلوا إلى أرض فدك الزهراء عليها السلام، لكي يعزوا الزهراء عليها السلام هنا في أرض فدك الصغرى. نعم، هذه المسيرة الراجلة تمشي وتتعدى كل الصعاب. نعم، كما ترون، لكي نعم إلى أن تأتي هذه الصورة من جديد، تصيبنا الحسرة حقيقة عندما ننظر ونحن لا نمشي معهم. يعني أنا أعتبر معهم ولكن جالس في الاستوديو لتقديم هذا البث المباشر والتغطية الحرة لهذا الحدث الفريد، ولكن أغبطهم لأنهم يمشون هذه الخطوات، ونسأل الله أن يعطينا بأجرهم بإذن الله تعالى. أيضا نقول لكم يا الأخوة البكريين، عندنا اتصال. نعم، علي من النجف الأشرف، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصلت بك قبل صلاة الظهرين. نعم. ألو. نعم أسمعك. نعم، فعندي بعض الأسئلة وإن شاء الله يعني أريدك تجاوبني، حتى لا مثلا أقطع الاتصال لأن الرصيد مثل ما تقول نفذ يعني. نعم، ما هي الأسئلة؟ نعم، يعني هاي الأسئلة من باب المعرفة والتعرف وليس من باب التشكيك بعقيدتكم. نعم. أولا، سؤال أول، يعني من تقلدون، وهل سألتم من تقلدونه عن رأيه بخامنائي وماذا قال؟ يعني هذا السؤال الأول. نعم. نعم، والسؤال الثاني، يعني ما مدى معرفتكم واتصالكم بالمرجع السيستاني وماذا تقولون فيه؟ وهل يتوافق كلامكم مع كلامه يعني فيما تقولونه في هذه القناة الفاضلة؟ ألو؟ نعم، السؤال الثالث. أرجو منك يعني أستاذنا العزيز، كيف نقيم يعني السيد السيستاني؟ راح أقطع الاتصال وتجاوبني من خلال مشاكل. كيف نقيم السيد السيستاني؟ لا، ما مدى معرفتكم بالمرجع واتصالكم بالمرجع السيستاني؟ ما مدى معرفتكم واتصالكم به؟ وماذا تقولون فيه؟ وهل يتوافق كلامكم مع كلامه؟ ألو؟ نعم. نعم، شكرا جزيلا. هي ثلاثة أسئلة فقط أخي؟ صحيح؟ أنا سجلت ثلاث نقاط عموما. حياك الله أخ علي من النجف.
سؤالك الأول، من نقلد؟ نحن نقلد السيد المرجع سيد صادق الشيرازي حفظه الله ورعاه، نعم، وهو تقول أيضا هل سألناه أو مقلدنا ماذا يقول في الخامنائي؟ لا تستطيع، يعني ما يحتاج يعني أنه يقول، فقط انظر ماذا تفعل السلطة الخامنائية ببيت المرجع الشيرازي، وكيف يداهمونه، وكيف يقتحمون عليه بيته حتى في اليوم العاشر من محرم عندما يقيم السيد المرجع مراسم التطبير داخل بيته مع عائلته، كيف يقتحمون عليه بيته، لتعلم كيف تقييمه. أيضا هو يقع تحت هذه وطأة هذه السلطة الطاغمة في إيران، حيث أنه محظور عليه السفر أو الخروج أيضا خارج منطقة بيته إلى منطقة أخرى، هو تحت الإقامة الجبرية، ولكن بشكل أو بآخر قد قالوا ولمحوا عن هذه الطغمة الفاسدة. وأيضا له فيديو موجود قد وصلني وتداولوه على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقول السيد المرجع: لا تنخدعوا بهذه السلطة كما انخدع بها آباؤكم. أما كيف أو ماذا نقول عن السيد علي السيستاني حفظه الله؟ نقول هو من المراجع العدول حفظه الله، ولكن نحن نقلد الأعلم حسب ما يشترط في شروط التقليد، ونرى الأعلمية في السيد صادق الشيرازي حفظه الله. أما بالنسبة للسيد علي السيستاني فهو من مراجعنا الأجلاء العدول حفظه الله ورعاه لنا وجعله ذخرا، وهو يشكل السد المنيع خصوصا في العراق. أما ما مدى معرفتنا به أو اتصالنا به؟ اتصالنا به كاتصال جميع الشيعة بشكل عام، حيث نتطمن دائما على المراجع بشكل عام، كما نتطمن على الشيخ بشير النجفي والسيد آية والشيخ آية الله الرستقاري والسيد الصادق الروحاني، و نعم، وهؤلاء مراجعنا العدول كما نتطمن عليهم دائما باتصالات عادية. نعم، ما مدى معرفتنا به؟ نعرف أنه عالم جليل، ولكن لا، أو تطابق آرائنا مع آرائه، لا يعني لا يشترط أن يكون شخص نشهد له بأنه عادل، يجب أن تتطابق آراؤنا معه 100%، لا، هذا ليس شرطا. ممكن هو أي مرجع موجود، وأيضا السيد صادق الشيرازي الذي نقلده يكون له رأي في مسألة ونحن لنا رأي آخر فيها، ولكن بالمحصلة نحن نتبع رأي السيد المرجع، لأن هذا واجبنا الشرعي أمام صاحب العصر والزمان الذي وكل هؤلاء المراجع علينا. فعندك مثلا ليس شرطا أن نتفق معه، وهذا في الاتباع يكون فقط في أمور التقليد، أما مثلا في الشخصيات فالسيد المرجع يشخص ابن عباس مثلا على أنه شخصية من العدول، ونحن نشخص ابن عباس من المارقين والذين لهم أو عليهم نقاط سوداء في علم الرجال ونجرحه، ولكن هذا لا يخل بالمرجعية، فباب الاجتهاد مفتوح. نحن عندنا الشيعة خصوصا في الشخصيات لا نقلد فيها. نعم، معنا اتصال. نعم، معنا أبو فاطمة من المثنى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أبو فاطمة، تفضل حبيبنا. نعم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام أبو فاطمة، تفضل.
مولانا قبل شوية حكيت على الإعلامية وإعلامية السيد السيستاني حفظه الله والسيد صادق الشيرازي. نعم. العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، يعني النبي كان بس يكتب رسالة عملية لو مهتم بشؤون المسلمين. نعم نعم أكمل فكرته. أي. وما موقف السيد السيستاني من نظام صدام حسين؟ يعني لا هو ولا سيد الخوئي نطقوا أصلا، يعني أنت جاي تعظم لناس مرجعيات ما لهم يعني شيء على وش الأرض، يعني ستتبع مرجعية الإمام الخميني. خلنا كمل لك وبعدين أنت عقب على كلامي. نعم. يعني هسه واقعيا أنت قاعد ببريطانيا ما تدري بالعراق إيش بيه شنو اللي بداخله. حبيبي أنا توني جاي بريطانيا يعني ما صار بقول لك شيء أول. مرجعية شمولية. إيه لا أنا موجود وياكم كنت توني جاي بريطانيا ما صار لي حتى شهر ما كمل يعني شهرين ما كمل. إذا عنده موقف واحد ضد قدام حسين أتحداك التحدي كل مرجعياتك اللي تحكي بيها ما عنده موقف. قال لك ما عندها موقف ضد الطاغية، طاغية بعد طاغية الإمام الصادق سلام الله عليه لما كان بني العباس متجبرين وطغاة ما كان ياخذ موقف. شيء واقع شيء ملموس احكيه حبيبي. الآن الإمام الصادق سلام الله عليه لما كان تحت طغمة بني العباس ما كان ياخذ موقف، كان يروح يجلس في مجلس بني العباس وبعض الأحيان يمارس التقية في محضرهم. يعني هذا مو مطعن على المراجع يا أخي، يعني أنت طاغية كصدام تبغي مثلا السيد علي السيستان، أنتوا كشيعة أصلا أئمة خذلتوهم ما تخذلون مرجع؟ أئمة معصومين خذلتوهم زين ما تخذلون مرجع لو أخذ موقف؟ يا أخي يعني كن منصفا. طاغية كصدام تريد واحد مثلا ما المراجع أن يأخذ موقف من عنده وأنتوا أئمة معصومين خذلتوهم لكم سوابق، يعني بالذات أنتوا يا تخلونا نحكي جاي تتكلم لي على مراجع وتقول لي الخميني تمجده إمام صاحب العرفان الباطل زين اللي حرف الدين وصلنا إلى هذه المرحلة مع المخالفين اليوم ومشى على نهجه هذا المنتحل للمرجعية الخامنئي وجوعوا الشعب الإيراني، هذا اللي هديتهم ما تقدر تقول عليهم كلمة جاي تتوجه لي على السيد علي السيستاني حفظه الله والسيد الخوئي حفظه الله الذي تتلمذ السيد الخوئي كل المراجع اللي موجودين الآن والذين سبقوا رحلوا ارتحلوا من الدنيا عليهم رضوان الله العدول منهم تتلمذوا على يد السيد الخوئي قدس سره. جاي تحكي عليهم تقول ما 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 قالوا شيء ضد صدق، ليش انتم توقفون وياهم بيكم؟ لا تخليني اكمل، يعني ما اريد ادوس عليكم ولا انتم الان بالعراق رايحين لكربلاء ناس منكم والله ما يستحون شايلين ابو بكر وعمر على ظهورهم، انتم وين ورا ما تحجون استحوا. نعم معنا اتصال ابو محمد تفضل. ابو محمد من بغداد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس احاكي الاخ على المباشر. السلام عليكم. نعم انت على الهواء مباشره. وعليكم السلام ورحمه الله ابو محمد تفضل. انا اشكرك على جوابك الشافي قبل شويه على الاخ ابو فاطمه. احسنت مبارك الله بك عليه. بس انا اعترض وياك على قبل شويه ما قلته. نعم. عن السيد صادق الشيرازي. نعم ما هو السلطه تداهم بيته وتهاجم بيته. اي صح. نعم واغلقت اغلقت اغلقت ايضا الحوزه مالته مرقد الامام رضا ومرقد السيده معصومه كلهم جاي يمرون ويزورون
السيد صادق الشيرازي، واحنا شرفنا قبل ايام به. فلو كان ممنوع من السلطه وممنوع واحد يزور، شلون يخلوا الناس تدخل وتزور؟ اللي مراقب انا يدخل الناس على بيته. اسالك بالله، اسالك بالله، قط مره شفت يعني في مره شفت السيد صادق الشيرازي ترك ايران؟ خرج خارج ايران؟ والله هذا هو وظروفه. انت شفت سيد صادق الشيرازي خرج خارج ايران؟ اولاده عنده ولد عندكم في العراق وولد في الكويت، اولاده منثرين برا، ممنوع يدخلون ايران. هذا السيد احمد الشيرازي ممنوع في الكويت موجود، ممنوع يرجع الى ابوه يشوفه في ايران. قط مره شفت السيد احمد الشيرازي راح يزور ابوه؟ والله هذا ما يخصني. شلون ما يخصك؟ يدخلون او ما يدخلون، انا شيء شفته بعين ولمسته. أنا أقول لك وتحب أدلت لك الصور اللي أخذناها ويا السيد. نعم موجود، يروح إلى المعصومة السيد صادق الشيرازي. أنا ما قلت لك ما يروح إلى المعصومة، بس شلون يخلون تحت الإقامة الجبرية؟ ما يطلع من المنطقة. واحد يهدد السلطة هو ناس تدخل على بيته. إحنا شفنا صدام كان مراقب بيت السيد السيستاني قبل، والسلطة موجودة ما حد يدخل عليه ويشوفه. نعم هذا طبعا معروف، شيء واضح طبعا. الناس تدخل إلى بيته، ولكن المخابرات جالسة ومليانة المكان. انت ما قد شفت لما اغلقوا الان النظام الإيراني اغلق كل القنوات اللي تابعة للسيد صادق الشيرازي في إيران؟ القنوات الحسينية بعد اغلقوها يا لا؟ هم ايران كل القنوات اللي ما عاد انا اتصور حتى الدش ما عندهم، يعني ممنوع هناك ستلايت بايران وكل القنوات. زين قول حق نفسك، حكومه تمنع تمنع، وين الديمقراطيه؟ وين على قولتهم التسامح؟ وين شعب دش ما عنده؟ انترنت ما عنده، فيسبوك تويتر ممنوع، وسائل التواصل الاجتماعي ممنوع في ايران، ليش؟ حقوق مالهم هذول الإيرانيين يعني؟ يعني لما من الجون تدافعون، تعالوا بمنطق، دافعوا بمنطق. أما تغمض عينك إنهم يهجمون على بيت السيد المرجع، مو مرة، مو أكثر مرة، السيد المرجع الراحل محمد الشيرازي قتلوه، السيد محمد رضا سموه. روح شوف قبر السيد الراحل السيد مرجع الشيرازي السيد محمد الشيرازي قدس الله سره، شلون في المعصومة مساوينا بالأرض، بالأرض بالأرض مساوينا، حاطين عليه زل الناس تمشي فوقه. إذا أنت تقول رايح المعصومة يعني زين، يمكن مجته. ولما ذهبوا بناته اللي يقرؤون الفاتحة عليه يحطون بس حاجز عليه، ضربوهم البسيج داخل الحرم، واحدة كسرت رجلها، واحدة أسقط جنينها. شو تقول أنت يا أخي؟ خلونا ساكتين، خلونا ساكتين للحين. يعني إذا خليتوني أتكلم ترى الحين مو هاي خمنايا طلع لكم. طلع لي بالله مخرج صورة، هاي مخرج طلع لي أي طلع لي والله أسوي به هيك شيء. الحين اطلع لك صوره زين، تشوفوا شلون خامنائي. ترى الحين يعني اطلع فضائحه كلها، دا اعري لكم اخلي لن بهذا المنظر مشنوق بالشارع. يعني هذا جزاته هذا الانسان؟ شنو انسان ظالم عنده محكمه لرجال الدين؟ قط عمرك شفت محكمة علماء رجال الدين على رأسهم عمائم تسوي لهم محكمة خاصة بروحهم؟ وهذه المحكمة ما يجوز لك أنك تجيب فيها محامي؟ وين الإنسانية؟ وين الحرية؟ وين الديمقراطية؟ إنسان ظالم. كم من وكيل إلى السيد المرجع السيد صادق الشيرازي اعتقلوه، آخرها السيد حسين الفالي من فترة وجيزة اعتقلوه من المطار رايد يروح للكويت فرحة الزهراء عشان يحيي فرحة الزهراء. من المطار الإيراني اعتقلوه بشكل مهين وكلبتشوه وودوه واعتقلوه أكثر من مرة قبل. ولده راح بس يريد ينطيه دواء، يبغي يعطيه دواء ماله، مريض عنده أمراض مزمنة ياخذ دواء يومية، ما رضوا.
شخصيا كنا نسأل ولده ليش ما تحطون محامي، قال هاي محكمة محكمة سيئة الصيت، هاي محكمة رجال الدين اللي حاطينها، ممنوع تحط محامي، هم الجلاد وهم الخصم وهم القاضي وكل شيء. إذا ما تعرف تقول رايح المعصومة، روح شوف دور قبر السيد محمد الشيرازي شلون وضعه، قبر مسوين له ولا باسطينه بالأرض خافيين عن الناس؟ والآن من صارت الرجال تروح دخلوه كبروا مكان النساء اللي ندخلوه يم النساء، من راحت النساء حاولت تحط بس شيء خلق أخضر على أساس الناس تعرف ما تدوس إن هذا قبر، ترفع الزل ما تدوس عليه، دخلوا البسيج طقوا النساء داخل، شو تقول أنت؟ ما تتشوفون تغمضون عيونكم لهالدرجة؟ عندكم صنمية؟ روح طالع، روحوا آية الله الرستقاري موجود حي يرزق، روحوا شوفوا في إيران في النجف الأشرف شلون تحت الإقامة الجبرية وشنو سوى في النظام، لأنه بس سوى كتيب بسيط على عمر. روحوا شوفوا مقام أبو لؤلؤ النهاوندي قاتل عمر في إيران شنو سوى فيه، اللي كان الناس تروح لزيارة هاي خمنائي إرضاء للمخالفين، شنو سوى بمقام أبو لؤلؤ النهاوندي اللي أفرح قلب الزهراء وأفرح قلب أمير المؤمنين وطول الأرض أمير المؤمنين حتى وصل إلى إيران؟ شنو سوى بمقامه؟ سوى ثكنة عسكرية وحوطوه بالأسلاك حتى الناس ما تجي تزوره. ليش؟ لأن المخالفين يريد يرضيهم. ما تسمع هاي حديث الإمام الصادق، ايش كثر انا قريت لك كم مره اقرا هاي، اسمعوا توعوا مضمون الحديث، حديث الإمام العسكري في تفسير الإمام العسكري صفحه 349 صفحه 350. اقرا الحديث من اوله، شد يمكن الله يبعث شيء في قلوبكم هم تفهمون شوي. سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة وقلوبهم مظلمة متكدرة، السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، المؤمن بينهم محقر والفاسق بينهم موقر. هاي اللي توقرون به. أمراءهم جاهلون جائرون، وعلماءهم في أبواب الظلمة سائرون، أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء، وأصاغرهم يتقدمون على الكبراء، وكل جاهل عندهم خبير، وكل محيل عندهم فقير، لا يميزون بين المخلص والمرتاب. ما تميزون بين مخلص ومرتاب أنتو، لا ما يسوي خمنائي، ما يتهجم على المرجعية الشيرازية، لا يعرفون الظأن من الذئاب. طلع عدل فتح عينك على النظام الإيراني شوف جرائم وبلاوية. لا يعرفون الظأن من الذئاب، علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض، لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف. روح شوف مناهج خمنائي اللي يدرسها بالحوزات العلمية فيها فلسفة وعرفان وتصوف، لو ماكو شوف كتب خمنائي أصلا كتب ما عنده، ما مؤلف كتب أصلا، شلون مرجع ما عنده مؤلفات غير هاي الرسالة العملية خوم جمعينها لمسوينها من هني ومن هني وملفقينها. أنا كنت أقلد خمنائي، كتب ما عنده، لما شفت ما عنده كتب ما عنده شيء شلون بقيت؟ من قالوا لي كتب؟ ما رحت أبحث، طلبة ما عنده، روح جيب لي أي واحد قول أنا طالب دارس تحت إيد خمنائي، منو؟ ما درس، شلون صار مجتهد؟ عشان تصير مجتهد لازم يكون عندك طلبة تدرسهم حتى هم يشهدون لك بالاجتهاد. يا بابا السياسة صنعتها. اسمع الإمام العسكري ايش يقول، يميلون إلى الفلسفة والتصوف، وأيم الله، الإمام يقسم لكم، وأيم الله
إنهم من أهل العدول والتحرف، محرفين هؤلاء أهل عدول، يبالغون في حب مخالفينا. روح شوف خمنائي حرم لعن أبو بكر وعمر وعائشة ولا لا، ويترضون عليهم، يطلعون لك قناة الكوثر وغيره وغير، ها أسد قصير هاي البزون مو يترضى عليهم ويقول رموز أهل الخلاف وغير رموز أهل الخلاف وحسن نصر الله وغيره، ويطلعون يترضون لك على عائشة وعلى عمر وعلى أبو بكر، مو بس يبالغون في ودهم هم يترضون عليهم. زين، يبالغون في حب مخالفينا أهل الخلاف، شي يريدون يسوونهم، بس واحد منهم يقول يبطل بوزة يركضون، هذول ينبطحون لهم ويضلون شيعتنا وموالينا. انتبهوا، إن نالوا منصبا لم يشبعوا عن الرشاء. أتقول لي هذول النظام الإيراني ماكو رشاوي؟ شلون ناسهم جوعانة وميتة؟ أنا رحت إيران شفت شلون أطفال تنط عليك تنظف جوتيك يلا عشان تعطيها شيء. هذه القوة وهذه الأسلحة وهذه الدنيا وهذه الملايين اللي تهدرها على حماس وغير حماس، وشعبه جوعان على النواصب يعطي. بس لأن مقاوم لإسرائيل، خو شعبك جوعان ميت معدم. زين، وإن أخذوا عبدوا الله على الرياء. ألا إنهم قطاع طريق المؤمنين، الإمام يقول لك افهم أنت وغيرك يلي عندكم الصنمية افهموا. والدعاة إلى نحلة الملحدين، فمن أدركهم فليحذرهم وليصن دينه وإيمانه. الإمام يقول لك صن دينك عن هذين، صن إيمانك عنهم، ما تريد تصون دينك وتصون إيمانك باكر يوم القيامة. إش كثر ذنب ارتكب هاي الخمنائي، إش كثر ناس ظلم، أنت شريك وياه بالظلم هاي، مثل ما يتحاسب تتحاسب أنت، لأن هذا شلون عظم شلون تكبر، أنتوا كبرتوه، أنتوا يا أهل الصنمية أنتوا مجدتوه. ليش؟ لأن عندكم جبن، عندكم خوف، بس من تشوفون أحد عنده سلطة عنده قوة عنده جيش، حزب الله ما أدري نصر لو شي يسوي فيكم، يترضى على مو قتلة الزهراء، بعد أكثر من كذي ماكو، بعد هذا أكبر حد، بعد قتلة الزهراء وقتلت رسول الله أبو بكر وعمر وعائشة لعنة الله عليهم، لو يكتبون على فنايلهم على دشاديشهم ماكو عائشة زين في قلبي، أبو بكر وعمر في شرياني يمشي، لو يكتبونها بتتبعونهم انتم، تقولون سياسة حتى لو تلوث دينكم، يطبهم مرض ان شاء الله، وكل من يتبعهم ويلوث دينه. ما تأمنون على دينكم مثل ما وصاكم الإمام، تتبعون أئمتكم انتم، لو تتبعون هذول أئمتكم يقولكم براءوا منهم، هذيل بعدوا عنهم، امنوا على دينكم، يوم القيامة عذاب اللي ينالهم ينالكم، لأن أنتوا كبرتوهم، كبرتوا راسهم، أنتوا خليتهم يتعاظم شأنهم. أنتوا فرعنتوهم، خليتوهم يصيرون فراعنة هذا العصر. بس مظهر حط على راسه أعمامة وسيد، ها بجالكم شوي ولحية بيضة، قلتوا خلاص يا أخي شو، روحوا شوفوا دينه شنو يتبع، هذا من دين شنو، يؤمن بالعقائد، يؤمن بالعرفان الباطل، عرفان ابن عربي الزنديق، ابن عربي، اقرأ فصوص الحكم إلى ابن عربي عشان تعرف كثر زنديق، واحد صوفي يطعن بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يقول عنه كذاب، حاشا أمير المؤمنين، هذا يمجده خمنائي، يمجده خميني، يمجده
اقرأ شرح فصوص الحكم شرح فصوص الحكم للخميني شلون يمجد ابن عربي. هذا ابن عربي يقول عندما إنه هو عرج إلى السماوات، وعندما عرج إلى السماء السابعة كعروج رسول الله، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى يمين العرش وعلى شماله أبو بكر وعمر وعثمان. وعندما كلام كفري طبعا، أنا أختصر لك بس، يقول وعندما رجعت رأيت علي في السماء الرابعة، رأى أمير المؤمنين السماء الرابعة. قلت كيف تكذب علينا يا علي وتقول عندما تقول في الأرض تقول أن أنت أفضل من أبي بكر وعمر وهما أفضل منك في السماء السابعة مع رسول الله؟ شخص يقول عن أمير المؤمنين كذاب. هذا خمينيكم وخامنائيكم يمجدون ويدرسون كتبه في الحوزات العلمية. استحوا على وجوهكم، استحوا أمام أئمتكم، اخجلوا، خزيتونا والله، خزيتونا. المخالفين دي يفهمون أزيد من عندكم. إنسان من يتشيع شوف شلون، من تقول له عن الحق يروح يبحث شوي يتأكد يشوف الحقائق، خلاص بعد أنتوا استحوا شيعة. قلنا لكم يا عمي لا تخلونا نحكي، لا تخلونا نتكلم. لكن نعم نعم مخرج، عندنا صور، عندنا شيء من المسيرة الراجلة لأبي عبد الله الحسين، عندنا أي شيء من الأخوة في المسيرة؟ نعم أعرض، تمام ممتاز. كما ترون أعزائي المشاهدين، المسيرة الراجلة التي انطلقت في اليوم 40 في العاصمة البريطانية لندن، ما زالت هذه المسيرة على قدم وساق، وهي تنطلق بإذن الله تعالى لتصل إلى أرض فدك الزهراء عليها السلام، حيث تستقبل الزهراء عليها السلام في أرضها هذه الجموع بإذن الله تعالى، ليحيون ويواسونها بهذه المصيبة الفجيعة، ويحيون شعائر أبي عبد الله الحسين بإذن الله تعالى في هذا المكان المبارك، حيث مسجد المحسن الشهيد الصبط الثالث عليه السلام. كما نرى الأخوة ما زالوا يجتازون. يا ليت مخرج تخلي لنا عبد الله ويانا على الخط. نعم إذا في اتصالها من نستقبل، ما في مشكلة. هذه الجموع الغفيرة ما زالت تتوالى ما بين رجال وشبان وأطفال ونساء، ما زالوا سائرين منذ انطلاقتهم بعد صلاة الفجر مباشرة التي أمهم فيها الشيخ عباس آغائي في العراء في الشارع، ثم ساروا إلى أن وصلوا إلى منطقة أيضا قبل صلاة الظهرين، وأمهم في صلاة الظهرين سماحة الشيخ الحبيب. نعم عبد الله معنا. السلام عليكم. عليكم السلام عزيزي عبد الله، شلون الأوضاع عندكم؟ حياكم الله، أهلا وسهلا، حياك الله ويعطيك العافية أخوي جمال، أدري فيك تعبان. الله يعافيك من حبيبي. من الصبح إلى الآن من الفجر احنا وصلنا ان شاء الله على مشارف جيرارد دي كروس، عبرنا دينهام وعلى مشارف جيرارد دي كروس ان شاء الله، وبعد جيرارد دي كروس اذا عبرنا جيرارد دي كروس فقط. نعم. يبغى لدينا فولمر، هي اللي فيها ارض فدك الصغرى، ارض الزهراء عليها السلام. عليها السلام. يعني ما بقى يعني اقل من ساعه نكون موجودين ان شاء الله. اللي عطلنا بعض يعني الأطفال متعبوا، والبعض الأخوات اللي يجرون عربانات، واللي في بعض الأخوات كذلك يحملون أطفال، هذولا يتأخرون نوعا ما، يعني الرجال يكونون أسرع من عندهم.
نعم هذا اللي عطلنا، ولا المفروض هذه المسيرة كانت وصلت الآن، ولكن إن شاء الله فيها ثواب وفيها أجر. الآن وصلتون إلى جيرارد كروس ولا لسه؟ على مشارف جيرارد كروس قليل ونصل إلى جيرارد كروس إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أرى يعني حيث الصورة تعرض الآن المشي بطيء جدا، يعني بطيء، تعرف أنت من الساعة 7 صباحا يمشون لازم ينالهم شيء من التعب. نعم الظاهر هم الظروف ما تساعد، لأن أشوفهم يمشون على طرف الرصيف. نعم وانتوا لو تلاحظون الرصيف جدا ضيق، فمضطرين أنه يعني ما يشيل أكثر من واحد أو اثنين يمشون في الخانة الواحدة، لذلك المشي أصبح بطيء. في بعض الأخوة اللي تعبوا وصعدوا في سيارة في الخدمات حتى يرتاحون، ولكن اللي استمروا ما شاء الله أكثر الأغلبية استمروا لحد الآن، هنيئا لهم في هذه المسيرة. يعني الحمد لله يعني ومن الساعة 7 صباحا لحد الآن فقط ابتدوا يومهم في وجبة جدا بسيطة. نعم. وعند صلاة الظهر كذلك، يعني نقدر نقول فطيرة واحدة صباحا وفطيرة في الظهر، يعني مجموع الوجبات الغذائية اللي تناولوها من الصبح للآن فقط فطيرتين تقريبا مع عصير. هذا الأطفال يعني كان عندنا بسكوت وكيك نعطيهم، ولكن لما الواحد ما يثقل في الأكل يكون خفيف في المشي، وهذا اللي ساعد في استمرار أكثر المشاية إلى الآن. إذا كان هناك إثقال في الأكل ما راح يقدرون يستمرون إلى هذه الساعة. تخيلوا من الساعة 7 صباحا إلى الآن، يعني وقت صراحة جدا طويل في هذه المسيرة. السبب أنه فقط هي كانت الراحة لصلاة الظهر واستمرينا إلى الآن، والحمد لله الحمد لله الأمور. نعم الظاهر في انقطاع في الصورة. انقطعت الصورة. نعم إن شاء الله نحاول نصلح الصورة إن شاء الله إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، كما تعلمون هذه المسيرة الراجلة التي أطلقت في قبل الفكرة أتت يعني تقريبا قبل 3 أو 4 أيام، وأعد لها إعدادا بسيطا جيدا، ولكن الحمد لله هذه المسيرة ما زالت تمشي وستصل عندنا إن شاء الله بإذن الله تعالى، وسنقيم الشعائر الحسينية هنا في أرض فدك الزهراء عليها السلام، حيث مسجد المحسن الشهيد عليه السلام، أول مسجد شيعي في لندن. وسوف نستمع لمحاضرة سماحة الشيخ الحبيب، وأيضا عندما يدخلون هناك الضرب بالزنجيل والمشي على الجمر. بإذن الله تعالى نحاول أن نبث كل هذا إذا استطعنا وساعفتنا الأجهزة البسيطة التي نمتلكها. بإذن الله تعالى سوف نكون معكم ونغطي لكم هذه الأحداث. نتمنى أن تصلح الأجهزة لكي نستطيع أن نرى السائرون على أقدامهم في العاصمة البريطانية لندن. كنا نتمنى أن نكون مواكبين لهم لحظة بلحظة لكي نرى كل طريق يمشون به، ولكن للأسف لضعف الإمكانيات لهذه القناة الفقيرة التي تعتمد على تبرعات المحسنين، ودائما عندما نطرح تبرعات يخرج الأخ عبدالله الخلاف لبرنامج التبرعات يحاول أن يقلص هذه الفاتورة إلى أقل حد لكي لا تثقل كاهل المؤمنين، حيث أن المتبرعين لنا عادة هم معروفون ومنتظمون منذ انطلاقة هذه القناة. لا نحب أن نثقل كاهلهم ونحاول أن بقدر الإمكان
بأقل ما يمكن أن نظهر لكم بهذه الصورة المشرقة ونوصل الحق لمن قلبه مؤيد للهداية بإذن الله تعالى، ونستقطب الحمد لله أكبر ثمرة وهي تشييع أهل الخلاف لأهل لأن يتبعوا الدين الحق ويركبوا سفينة النجاة، وننور لهم طريقهم بمصباح الهدى وهو أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في هذا اليوم أيضا أحببنا أن ننور طريق الجالية الأجنبية الجالية الإنجليزية، أعدت في هذه المسيرة بروشورات أو مطويات بسيطة لكي تهدى لهؤلاء الجالية الغربية ليعرفوا من هو مصباح الهدى صلوات الله وسلامه عليه أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وبحمد الله تعالى تم توزيع أغلبها، وتوجد لدينا كمية أيضا، هناك أخوة في السويد طلبوا من هذه المطويات وسوف نرسلها لهم بإذن الله، سوف تقام توزيعها هناك في السويد على الجالية الأجنبية بإذن الله تعالى لنشر نور أبي عبد الله الحسين عليه السلام ونشر الهداية هناك. الحسين دائما مصباح منير للهداية للناس كافة في العالم. مخرج عندنا شيء؟ نعم، ما زلنا أعزائي نستطيع أن نستقبل اتصالاتكم أعزائي المشاهدين، الاتصال مفتوح، فمن أحبب الاتصال والتواجد معنا فنحن على الرحب والسعة، الاتصال مفتوح معكم بإذن الله تعالى. أعذروني أخواني، مخرجنا إذا أحد يجيب لي شاي زين، يعني إذا أحد يجيب لي شاي وايد زين. أحسنتم. نعم، منذ السابعة صباحا تقريبا بتوقيت غرينتش انطلقت هذه القناة بهذا البث المباشر، إلى الآن متواصلين ولم نأخذ إلا استراحة بسيطة وهي للصلاة، كانت صلاة الظهرين، لكي نكون مواكبين معكم لهذا الحدث ونغطي لكم هذا الحدث نقطة بنقطة. كنا نتمنى أن تكون الأجهزة والاتصال معهم بخير لكي نكون معهم في كل الأحوال. نعم، معنا اتصال أبو زهراء من الديوانية، تفضل أبو زهراء. السلام عليكم أبو زهراء. السلام عليكم أبو زهراء. أبو زهراء السلام عليكم. ما يسمعني مخرج أبو زهراء. الله يسعدك يا أخي. الله يساعدك حبيبي أبو زهراء، تفضل. عليكم السلام، شلونك يا أخي العزيز؟ نعم، حياك الله حبيبنا. ارفع صوتك بس شوي أبو زهراء. عليكم السلام، هسه تسمعني؟ بس لو ترفع صوتك شوية. مخرج من يمك هذه؟ الله يسلمك، شلونك؟ عظم الله اجورك. اجورنا واجورك حبيبنا ابو زهراء، تفضل حبيبي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اسمعك ابو زهراء. بعد اقوى ارفعه؟ لا، نصي على التلفزيون، صوتك زين الان، اسمعك. ابو زهراء ممكن سؤال؟ تفضل. لا تسمعني من التلفزيون. اي واحد يشوف بروحه ينقطع، من مجرد تسمع من التلفزيون ينقطع الاتصال، يصير تشويش. فنسأل الاخوه، لا احد يسمع من التلفزيون، نص على التلفزيون، هاي بالعراقي نصي طبعا اخواني، يعني نزل او وطي على جهاز التلفاز زين، احنا نقولها لهم بالعراقي ما يفهمون، نصي على التلفزيون وثم تكلم من الهاتف. نعم، معنا في اتصال آخر. في معنا اتصالات مخرج بعد. خال
خالد من الأحواز، تفضل. أهلا وسهلا. ألو. أهلا وسهلا أخ خالد من الأحواز، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي تسمع صوتي؟ نعم أسمع صوتك. نعم عندي مداخلة. ألو. نعم أسمعك. نعم عندي مداخلة سؤال على الأخ اللي يسأل عنه. ألو. نعم أسمعك تفضل. نعم عندي مداخلة مع الأخ مع حضراتكم أخي. نعم سؤال على هذا الأخ اللي يتهم السادة الشيرازية. نعم حفظهم الله. نعم مثلا أنا إيراني أخوك كما تعلمون. نعم. من الأهواز الآن هم مثلا في عندهم في الانترنت في كل مكان يسمون السادة الشيرازية بالعمائم الإنجليزية باصطلاحاتهم. إيه؟ أنا أقول لهم إذا كانت لديكم الشجاعة واقعا يا خامنئي ويا أتباع خامنئي ويا من تصفون أنفسكم تقولون نحن متشيعين ونحن من الشيعة معذرة أقول إذا واقعا أنت شيعة فلماذا تغطون قاتل الزهراء سلام الله عليها هذا الذي دفع الباب وعصر ضلع الزهراء سلام الله عليها لماذا تغطون عليه لماذا تتوضون عليه تسمعني أخي؟ أسمعك حبيبي. إيه مداخلتك جيدة إيه؟ تفضل. نعم يو. أحسنت. ألو. نعم أسمعك. نعم. كمل. نعم أقول لماذا تتوضون عليه يطلع حسن نصر الله يقول عمر رضي الله عنه بل لعنه الله في الدنيا والآخرة. نعم. يعني لماذا نتوضى عليه شنو نفعنا بإحنا نتوضى عليه لماذا تستخدمون التقية الكاذبة؟ أحسنتم. معي أخي؟ أحسنتم. نعم نعم. أنا أقول له أنا أقول له نعم. هو هاي نصر عائشة وخامنئي نعم. أي واحد يترضى على منكم على عائشة أو أبو بكر أو عمر أنتوا هو هم تحت القندرة تحت الجوت عندي ما تسوون فلس عندي نعم يتوضون عليهم يعني ما لا يقال لهذا الفعل يعني أنتم توالون من جانب آل البيت عليهم السلام ومن جانب تتوضون على أعدائهم مثل بعض البكرية يؤلفون كتب يقولون مثلا كتاب بعنوان مثلا سيدنا الفلاني قتل سيدنا الفلاني إذا من سيدكم؟ نعم. سيدكم قتل سيدكم فهذا انفضاح عقلي يعني هذا السيد هراء بهراء وبعد فات كلمة كانت عندي المعذرة الأخ طوليت عليكم ألو نعم نعم كلامك منطقي جيد نعم أقل ما يقال فيهم هؤلاء لماذا يترضون على قتلة الزهراء ويتخذون نعم. التقية المغلوطة نعم عندنا الشيخ أحمد الوالي والذي هو ليس بشيخ وإنما منتهل لكلمة الشيخ ولبس عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله نعم. يعني كذبا وزورا إنما ليست من حقه هي أخو عنده كتاب اسمه الكتاب على ما في بالي يقول نحو علمي لتفسير القرآن هكذا يعني يشرح في هكذا اسم داخل هذا الكتاب ماذا يقول عندنا في السورة بداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم الله جل وعلا يقول كاف حاء يا عين صاد هذه السورة موجود في بعض التفاسير عندنا أو الشيخ الطوسي على ما في بالي الطوسي أو غيره فعلا ماني متأكد جيدا يقول مثلا كا يعني كربلاء كاف يعني كربلاء ها يعني هتك حرمة آل البيت أو هلاك آل البيت معي أخي تسمعني؟ نعم أسمعك نعم كاف يعني كربلاء ها يعني هتك حرمة آل البيت نعم. ويا يعني ألو نعم أسمعك نعم. أكمل هو يجي ويستهزئ بهاي الكلمات يقول يعني إحنا ليش نفسر القرآن بهكذا مع الوجود مع نعم هذا الكتاب اللي ألفه أعتقد الشيخ الطوسي والطبرسي ليس في ذاكرتي تماما يعني ألفه بدستور من الإمام صاحب العصر والزمان قال له ألفه فألفه نعم, نعم.
فهذا يستهزئ الوائلي منتهي للعمامة منتهي لاسم التشيع الذي بعض البتوية ماذا يسمونه؟ يسمونه بلسان الشيعة والذي هو ليس بلسان الشيعة وإنما خادع الشيعة. نعم. ماذا يقول في كتابه؟ عميد المنكر. نعم. كتابه لماذا نحن من بعد طبعا من بعد ما يستهزئ بالكلمات يقول نحن لماذا مثلا لا نقول الكاف كلام يعني نعبر عنها بكلام إذا قبلنا مثلا كاف كربلاء وها هلاك آل البيت فإذا ينفتح لنا باب على تفسير مثلا من قام وفسر بنفسه أو بعقله نقول له لا يا تافه ماذا يقول في كتابه دعني أقول لكم يقول في كتابه لماذا لا نقول كاف كلام ها يعني هراء كاف كلام هراء وليا يعي يعني ينقل باصطلاحي خب وعين صاد عن صفصطاء يعني انظروا كيف يستهزئ بالقرآن بتفاسير أهل البيت عليهم السلام ويقولون لسان التشيع ما فهمنا يعني ماذا يريدون هؤلاء معي أخي تسمعني يريدون أن يحرفون دين الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره نعم أحسنتم أحسنتم جزاكم الله خير أحسنتم كان عندي سؤال صغير من حضرتكم جنابك شيف أخي تفضل عزيزي أسأل عن وصلتني صورة قبل مدة ألو نعم أسمعك وصلتني صورة تعلم يعني الإعلام الإيراني الإعلام تعلم يعني مجرد ولاية الفقيه و نعم ما إلى ذلك يقول الأكبر غير ولاية الفقيه ما يعرفون نعم ألو نعم الصنم الأكبر حقهم نعم للأسف انقطع أخ خالد من الأحواز يا ريت تتصل علينا يا ريت تتواصل ويانا إن شاء الله لم يكن الآن في برامج أخرى نتمنى نتشرف بك أخونا العزيز خالد من الأحواز هذه الأحواز التي مقتصبة من أيام الشاه أنا لحد الآن لم أسأله ماذا صنع بكم خمنائي لقال لكم ماذا صنع بالأحوازيين أنتوا غمضوا أنتوا يا شيعة غمضوا غمضوا طزوا عيونكم بعد ها لا تشوفون إيه غمضوا وعراس عمامة يظلم حلال ها لكن واحد بكري من يجي ينفت عليكم تقومون يا ريت بعد تقومون قوموا عاد انتم يا البتريه اللي تتبعون هؤلاء اللي يتردون على قتلة الزهراء هم ما بيكم خير بعد اصلا نعم مخرج عندنا اتصال لا عندنا اتصال نعم للأسف أنا رايد أروح على البكريين جايب لهم مصادرهم صحيح مسلم صحيح البخاري زين هذا سير أعلام النبلاء جايب لهم زين وهاي كتاب المغازي في صحيح البخاري أريد أروح على عليهم عليهم لكن أنتم ما تتوبون ما تجوزون يعني تخلون الواحد يعني نبغي نشتغل على جبهة واحدة تخلونا نشتغل على أكثر من جبهة هم أنتوا شيعة فهموا يعني مجرد تسمعون شيء روحوا تأكدوا منه شوفوا هل هذا حقيقة موجود بعد ما يحتاج واحد اللي يجي أعلمكم ونور عيونكم مثل البكريين لازم تروح تمسك عيونه وتفتحها كذي تفتح لعينه تراويه هم تحط لك كشاف كبر يا الله يشوف الحقيقة والحق ده يتنور ويجي لأهل البيت زين أنتوا شيعة بعد مفروض تعرفون بعد نحن أصحاب الدليل حيثما مال نميل خلص قام الدليل على أن خمنائي ظالم انتهى الموضوع بعد سووا صنم وتعبدوا ليش وتأذوننا وياكم نعم نعم معنا علي من كربلاء علي من كربلاء السلام عليكم السلام عليكم, عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم أخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، نسمعك، تفضل حبيبنا. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله حبيبنا، أنا إنسان عادي مو شيخ أبداً، كثيرين يقولون لي شيخ، أنا لست بشيخ. يا أخوي أنا أبغى أخذ جزء من الخمس، كيف أحصل عليه؟ تبي إيش؟ أبغى جزء من الخمس، الخمس اللي تأخذه أبغى تعطوني جزء منه. الخمس اللي ناخذه يا ريت، يا ريت عندنا خمس. جزء من الخمس. لا خمس ولا سدس عيني، ما عندنا شيء. كل شيء ماكو عزيزي، لا خمس ولا سدس، من يعطينا؟ أنت أعطيتنا خمس مالك؟ أنا أبغى والله بس من الخمس قليل يعني، تعطوني من الخمس. أنت أعطيتنا الخمس مالك؟ ها؟ أنت أعطيتنا خمس حقك؟ لا أنا ما أبغى. أقول روح نام، روح نام، شيلها هاي، خلي يروح ينام، هذا ناقصينه إحنا. وين خمس وين سدس؟ إحنا مسيرة مو قادرين نغطيها بشكل صحيح، ما عندنا مبلغ نغطيها أصلاً. مسيرة، أول مسيرة حدث فريد من نوعه يحدث في العاصمة البريطانية لندن، ما قادرين نغطيه أصلاً، إمكانية ما عندنا. وين خمس؟ روح نام بوي، روح نام. زين نعم نعم، ناخذ اتصال ما عليه، اذا في ثمان دقائق ياتي صلاه المغرب والعشاء، صلاه العشاءين بعد ثمان دقائق تقريبا، هم نروح ناخذ فاصل الاذان ونصلي باذن الله تعالى ونرجع لكم عشان نغطي الاحداث المسيرة الراجلة ليوم 40 في العاصمة البريطانية لندن، التي انطلقت منذ 6:30 صباحا تقريبا أو 7:00 على الأغلب، ولكن أقيمت الصلاة في 6:30. نعم معنا اتصال. كاظم من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل كاظم. أقدر أحكي ويا الشيخ بلا زحمة عليك؟ نعم تفضل كاظم، انت على الهواء، انت على الهواء كاظم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. انا خادمكم الصغير، عندي استفسار، اذا تجاوبني عليه تكون متفضل انت. نعم تفضل، خادم مولاك ان شاء الله، تفضل. انا قبل قليل اسمعك تقول انا مو شيخ، انا انسان عادي. اي والله لطيف، اذا انت انسان عادي والله، انت كيف تتجرى على السيد علي الخامنئي وتحكي هكذا؟ اقول روح نام، روح. احنا بالعراق ما عدنا عن السيد الخامنئي. روح نام، روح روح نام، روح ارقد، روح، ما احنا ناقصينك، تعبنا يا اخي اليوم من البتريه، كثر ما يدقون علينا. اقول لك يترضى على قاتله الزهراء، تقول لي امام، امام من وين امام؟ شلون امام؟ من سوى امام؟ روح دور كتبه، روح شوف لي كم كتاب عنده مؤلف غير الرسالة العملية، شنو عنده؟ من وين إمام صار؟ تضحكون على نفسكم انتو، لا تضحكون على العالم، ما تضحكون على العالم ترى، تضحكون على نفسكم انتو يا البترية، حشركم الله، انتو خمناء ان شاء الله في جهة واحدة ان لم تتوبوا الى الله. خذيتونا. نعم مخرج، في بعد عندنا شيء؟ نعم، هم الصبح ما شاء الله، من الصبح عندنا أمور تبرد الخاطر، متصلين رافضة أحرار هم يعرفون، احنا نستقبل البترية ما عندنا مشكلة، لكن اسأل شيء منطقي يتكلم يا أخي، صار لي دي ساعدة أحكي، شلون عنده فلسفة وعرفان، تعال اشكل على هذه، شلون يظلم العلماء، شلون هاي، اشكل على هذه، مو تقولي تتكلم على إمام، مو شنو إمام، من وين إمام؟ أنا وقت الصلاة مخرج، إذا أمكن أريدك تحط لي بس مشهد من المظاهرة في إيران، شلون يطقون الناس في الشارع؟ ها تنزلها لنا من اليوتيوب، موجود على اليوتيوب مظاهرات إيران، بس إيه
من بعد الصلاة، من بعد الصلاة بس إذا أمكن انطز بها عيون البترية على شوي، مثل ما يسوون آل خليفة في البحرين دا يسوونه بإيران بالضبط. عندكم نقمة على آل خليفة تسبوهم سبوه بعد خامنائي، نفس الشيء نفس الشيء دا يسوي. لا تصيرون عوران، لا تكيلون بمكيالين. نتمنى إن شاء الله أن نكون معاكم بعد الأذان بإذن الله تعالى. إذا أمكن نتواصل معاكم، أكيد راح نتواصل معاكم إن شاء الله بعد أذان العشاءين لتغطية هذا الحدث الفريد، المسيرة الراجلة اليوم 40 في لندن، المتجهة من كينزبري إلى قرية فيلمر، حيث أرض فدك الزهراء عليها السلام، حيث المسجد المحسن الشهيد عليه السلام. نعم مخرج، ننهي إحنا؟ أي الآن، الآن خلص بعد تحط لنا فاصل للأذان. نعم إن شاء الله نطلع بفاصل ثم الأذان، وبعدها بإذن الله نرجع بعد الصلاة نتواصل معاكم على الهواء مباشرة. هذا وصلى الله عليه وآله وسلم.